سنة علت اسمي بلادي في كل سما وجمهوري معايا عمره ما انحنى هو نسر شعاري اللي رسمه وانا عمري ما انسى دوري للبلاد لما تطلبني تلاقيني مش بعيد بسم الله الرحمن الرحيم. برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. أنا أهلاوي وراسي في السماء. التاريخ طول الوقت طول ما أنت بتشجع النادي الأهلي مفيش حاجة اسمها مستحيل. عشان كده الأسبوع اللي فات بعد مباراة الترجي كنا بنخاطب كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان وبنقول لهم المستحيل مش أهلاوي. وقد كان رجالة النادي الأهلي في المعاد وجهازهم الفني المحترم بقيادة الكابتن حسام البدري بيسعدوا كل الأهلوية، وفعلا المستحيل ليس أهلاوي. امبارح كان يوم عظيم لكل جماهير النادي الأهلي، وكالعادة الأهلي مصدر الفرحة، مصدر البسمة، مصدر السعادة طول الوقت وانت بتشجع النادي الأهلي بتراهن عليه. وهكون متحيز أكتر في بداية الحلقة النهاردة للنادي الأهلي بشكل كبير جدا جدا جدا، خصوصا النادي الأهلي فخر لينا كلنا، واللي يراهن على النادي الأهلي طول الوقت لازم يكسب. النادي الأهلي اللي عمله امبارح يدرس يدرس في كل مدارسنا. لو عايز إرادة، تحدي، ترفع راية النصر، القتال، كل حاجة النادي الأهلي بيعلمها لنا. النادي الأهلي مش الدقيقة 90 بقت 120 والدقيقة 96، النادي الأهلي كمان بقى التحدي والإرادة، ومفيش حاجة اسمها مستحيل مع كل الأجيال. من 1907 ل 2017 كل يوم النادي الأهلي بيدي درس للجميع، واللي ما بيشجعش الأهلي من وجهة نظري خسر كتير جدا جدا جدا. اللي عمله النادي الأهلي امبارح في المباراة، وهتكلم بشكل مختلف شوية، في ناس أو جماهير أو نقاد أو مواقع مش واخدة بالها من نقاط مهمة. دايما النادي الاهلي لما بيجيب هدف في نهايه شوط يجي يقول لك الهدف ده رجع النادي الاهلي في المباراه. اللي عمله النادي الاهلي دخل ما بين الشوطين وهو خسران واحد. وهو خسران. فالطبيعي اللي ينزل الشوط الثاني في ظل الجماهير وبيلعب خارج الارض يبقى فيه احباط والمهمه بتتصعب. عشان كده مره ثانيه وثالثه ومليون المستحيل مش اهلاوي. شخصيه النادي الاهلي كانت في المعاد. قدر يجيب هدفين الشوط الثاني، يسيطر، بيلعب باستراتيجيه مع المدير الفني المحترم الكابتن حسام البدري، وقدروا رجاله النادي الاهلي يسعدوا كل الاهلاويه. جاي النهارده اتكلم عن نقاط كتير جدا جدا معاكم، وجاي افتح قلبي لكل الاهلاويه، وكالعاده نتناقش في كل حاجه.
وعايز ابتدي لما المنظومه بتكتمل. يعني ايه المنظومه بتكتمل؟ لما يبقى في اداره بتتحمل مسؤولياتها وتسافر ورا الفرقه وما تخافش ان المباراه يبقى 50-60. وانا دايما قلت لحضراتكم مليون مره، لما بنناقش حاجه بتتناقش كده بالوضع اللي احنا شايفينه، مفيش حاجه اسمها مواربه اللي انت تقعد تتكلم على حاجه وتنسى حاجه. زي ما هنعرض في الحلقه النهارده، المنظومه بتكتمل لما جماهير النادي الاهلي بتدخل التتش وفي وقت صعب جدا و2-2 وفي ناس بتصدر احباط للجهاز الفني واللاعبين والكل اهلاوي. ايوه ده حصل، ايوه حصل، لكن الاهلي ما بيرميش الفوطه. فاكتملت منظومه الاهلاويه بوجود جماهير النادي الاهلي جوه التتش، والشعارات اللي قالوها والهتافات اللي قالوها، وفي وقت في ناس قالت كلام صعب، مهمه صعبه، وكان في ناس تنتقد بعض اللاعبين للاخطاء الفرديه اللي بتحصل، وكل الناس بتغلط، لكن جمهور الاهلي كان في الميعاد، وهو ده اللي هنعرضه النهارده تاني. جماهير النادي الاهلي وهي جوه التتش وبتدي رساله للاعبين وبتقف جنبهم وبتساند وبتقول انا موجود، انا معاك، مفيش حاجه اسمها مستحيل، الروح احنا معاكم. وقالوا هتافات عرضناها هنا كانت حاجه محترمه، حاجه مشرفه، ودايما جماهير الاهلي في الميعاد. نروح نشوف. جمهور الاهلي كلمه السر، مش هكون بعيد عنكم طالما المواقف المحترمه موجوده. عايز اتكلم على كابتن حسام البدري في الكواليس، وانا قلت لكم اللي عايز يكسب مباراه بالشكل ده يبقى في سيناريوهات، يبقى في الكواليس كان في تدريبتين صباحا ما حدش يعرف عنهم حاجه، وابتدى يحط خطته وابتدى يتكلم مع لعيبته، وده من الذكاء اللي احنا قلناه. عشان كده بمسانده جماهيرك بمجلس الاداره المتمثل في المهندس محمود طاهر، سافر وتحمل مسؤولياته وما قالش 50-50 المباراه، لا هنسافر في الوقت اللي كان فيه ناس بتهاجم، وازاي ومن امتى وبيسافروا ويروحوا ليه والكلام ده كان موجود. مدير فني تحمل مسؤولياته بيحقق ارقام ولا اروع، ولعيبه رجاله بمعنى الكلمه، اللي انت تقدر تكسب فريق الترجي خارج الارض. عشان كده عايز اقول نقطة مهمة جدا، أتمنى اللي شبابنا الصغير وهو بيتعلم تعلموه إرادة النادي الأهلي اللي موجودة، تعلموه إزاي المؤسسة العظيمة الكبيرة اللي كلنا بنحترمها، اللي ما بنشوفش حاجات، في أمور غريبة بتحصل في الثلاث أربع سنين اللي فاتوا والأهلي ما بنشوفوش بيعمل الكلام ده، وما بنشوفوش بيعمل حاجة خارج النص، وما بنشوفوش بيعمل امور مش طبيعيه. لكن لما بتتعادل بتقفل على نفسك والمنظومه بتكتمل بجماهيرها وتروح تحقق المطلوب منك. عشان كده والله مش تحيز، ده اللي الناس كلها شايفاه، وده اللي انا الناس اللي كنت قاعد في وسطهم بتفرج، الناس كلها الاهلي لما جاب الهدف بتاعه صوت جماهير مصر كلها وصل للعيبه في رادس، ايه الفرحه اللي في مصر دي كلها؟ حاجه تشرف، حاجه تفرح النادي الاهلي. عشان كده بطالب اللي بيعملوا النادي الاهلي ده يدرسوه للاولاد الصغيرين، اللي عايز تحدي، اللي عايز اصرار، اللي عايز يبقى بطل، اللي عايز يروح النصر، اللي عايز يبقى بطل. الاهلي بيعمل كده على مدار تاريخه، ايوه الاهلي بيعمل كده. عشان كده عايز اروح اشوف كمان قبل ما اتكلم على الجهاز الفني واللاعبين والامور دي كلها، عايز اروح للجماهير ووديهم حقهم. لما تسافر ورا فرقتك
مش هقول لك جبت الفلوس منين، ولا هقول لك اشتغلت ايه عشان تجيب الفلوس، ولا هقول لك الكلام الفارغ اللي كنتوا بتسمعوه سنين طويله. هقول لك كلمه واحده، اللي انت راجل بتتحمل المسؤوليه ومخلص لناديك، دي كلمه الحق اللي لازم تتقال لكم. تعالوا نشوف جماهير النادي الاهلي في ملعب رادس بيعملوا ايه عشان ارجع اعلق على الصوره العظيمه اللي عملوها. اتفضل. كان واقف مع الجماهير سيادة السفير المصري في تونس، وجماهير النادي الأهلي بتغني، بتدي رسالة للاعبتها، بتسافر ورا فرقتها. ده العدد المفروض لو احنا بنشتغل صح وما هاجمناش جماهير سنين طويلة. والمفروض لما يبقى فيه خروج عن النص، دورنا كإعلام ودور رياضيين ودور المسؤولين ودور رؤساء الأندية اللي نقعد نحل مع بعض، ونقعد نستوعب ونشوف الأخطاء ونتكلم ونعالج، من غير ما نقول أمور صعبة ومش عارف إيه وأمور استثنائية ونفس الكلام اللي كان بيتقال سنين طويلة. دي كانت تمرينة قبل المباراة، غير يوم المساندة هنا في القاهرة. هم عملوا كده بس؟ لا. بالمناسبة كابتن فوزي البنزرتي اللي أنا بحترمه جدا، واحد من المدربين العظام، قال لي تصريح استفز لعيبة النادي الأهلي، ولعيبة الأهلي لما تستفز خاف منهم. وقال لك أبو تريكة اعتزل، لكن روح الأهلي موجودة ليوم الدين. أبو تريكة نجم النجوم، أبو تريكة صانع البهجة، صانع الفرحة، معشوق الأهلوية أكيد، وجيله المحترم اللي كان معاه وحقق بطولات وإنجازات لا حصر له، تقدرش تعدها، وعدد بطولات كتير جدا. فقال لك ابو تريكه خلاص اعتزل، عشان لكن روح الاهلي عمرها ما هتعتزل. جماهير الاهلي حضراتكم، انا بقول لكم بخبره سنين طويله، انا عايز الصوره موجوده يا جماعه عشان اعلق بس على حاجه. بخبره سنين طويله داخل النادي الاهلي، عارفين يعني ايه تعمل الصوره البسيطه اللي انتم شايفينها دي، تسافر بره مصر وتجهز للصوره دي وعددك مش كبير وتطلع بنفس مساحة المدرج، دي صعبة جدا 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 صدقوني. بس الناس عارفة بتعمل ايه. عشان كده قلت لكم بتمنى ارجع العب تاني. الايام دي جالي الشعور ده ما جاليش ست سنين من ساعة لما الواحد بطل. النهارده وقلتها لكم من اسبوع، الواحد نفسه يشوف الكلام ده ويبقى موجود وسط جماهير. مكتوب ايه؟ من جماهير النادي الاهلي: شيء لا نفقده ابدا روح الفانيلا الحمراء. ودي رساله للكابتن فوزي البنزرتي: لو فقدنا تريكا وفقدنا كل النجوم، عمرنا ما هنفقد الروح ابدا. وهي دي الرساله المحترمه، وهو ده النادي الاهلي. طول ما الروح الفانيلا الحمراء موجوده ما تخافش على الاهلي، طول ما جمهوره العظيم ده موجود ما تخافش على الاهلي. كمان أنا بدي ليه الجماهير النهارده حقها؟ عشان في ناس بتعبس بالنادي الأهلي. في ناس بتنصب نفسها هي كل حاجة، وهي اللي بتتكلم كتير، وهي اللي بتساند، وهي اللي مؤثرة، وهي الصفحات، وهي وهي. لا لا. جمهور الأهلي في المدرج، اللي بيروح برج العرب رايح جاي، اللي بيجي من أسوان
واللي بيجي من الشرقيه وبيجي من القليوبيه واللي بيجي من سوهاج واللي بيجي من البحيره واللي بيجي من دمنهور مش قاعد يبث فتن هجوم على حسام البدري، هجوم على نجومه، هجوم مع كل ليل ونهار على مجلس الاداره، ايه ده؟ اعرف اكتشفت واحد زملكاوي حاطط لي، هو زملكاوي يعني صديق، حاطط لي صوره الكابتن صالح سليم على البروفايل وعمال يشتم. مين نسمعه؟ لكن الجمهور ده يتحط على الراس وتشيد بيه لموقفه المحترم. فليه ابتديت بالجمهور؟ عشان ده العمود الفقري للنادي الاهلي. ده سبب الانتصار. 50% من الانتصار هو جمهور النادي الاهلي. ولولا جمهور النادي الاهلي مواقف كتير جدا خصوصا كمان في الالعاب الجماعيه وجودهم في الصاله في بطوله السله كان صعب جدا لولا جمهور النادي الاهلي اللي انت تحقق البطوله بشهاده المدير الفني وكل اللاعبين. منحاز جدا لجماهير النادي الاهلي، ايوه منحاز جدا لجماهير النادي الاهلي طالما الشكل المحترم ده والمسانده دي والدعم ده. وليا تعليق كمان مهم بس بعد شويه هقوله، لان الطبيعي الامور لو طبيعيه يبقى العدد اكتر من كده بكتير، ونعلم الناس تسافر ازاي ورا فرقتها، ونعلم الناس ازاي الانتماء هيتقال بعد شويه. لكن مهم جدا اعرض جماهير النادي الاهلي من جوه المدرج، وانا قلت لكم قبل كده الواحد مش بألف، الواحد بـ100 ألف سامعين صوتهم رغم ان عددهم بسيط لا يتعدى الـ150 واحد، لكن كان صوتهم وصل لنا من تونس لمصر من الرجوله والجدعنه ودخلتهم المحترمه. نروح نشوف بعد المباراه جماهير الاهلي عملت ايه. ألف مبروك جماهير النادي الأهلي المحترمة، بكل كل التحية والتقدير لجماهير النادي الأهلي اللي سافرت ورا فرقتها واللي هتسافر تروح مباراة النجم الساحلي. انتهت المباراة بفوز النجم الساحلي بهدفين للا شيء، وكده خلاص النادي الأهلي هيقابل النجم الساحلي، واحنا عندنا ثقة طول الوقت في اللعيبة الرجالة والجهاز الفني. عايز أتكلم ودي كمان النادي الأهلي حقه أتكلم في أي حاجة. دايما لما بيبقى فيه دخله في المدرج تستفز لاعبي النادي الاهلي ما تخافوش، ثقوا في لاعبتكم. الدخلات اللي هي بيبقى فيها نوع من انواع الاسقاط مش من حقنا نتكلم، اللي عايز يعمل حاجه يعملها، لكن لاعبتكم رجاله. لو في ثلاث اهرامات في مصر فاللي بيلعب في الملعب لازم كل جماهير الوطن العربي وافريقيا تبقى فاهمه، لو في ثلاث اهرامات موجودين فالاهلي هرم رابع شامخ بانتصاراته ببطولاته بجماهيره الوفيه اللي في كل مكان. كل الشكر والتحيه والتقدير للمدير الفني المحترم حسام البدري. كل الشكر والتقدير للمدير الفني المحترم حسام البدري، المدير الفني الكبير اللي بيظهر في المناسبات الكبيره. بيتعلق لعبت فلان مش عارف ليه، ما لعبتش فلان مش عارف ايه، التشكيل مين، انت مقعد مش عارف ايه، ومجرد ما جه في النادي الاهلي السكاكين اشتغلت على الكابتن حسام وعلى علي معلول وعلى شريف اكرامي، انا متابع جيد لكل حاجه. لكن هرجع اقول سمات الفرق الكبيره والشخصيه القويه والنادي العظيم اللي احنا بننتمي له لما بيجي فيك هدف وتخرج في غرفه الملابس وترجع تجيب هدفين، ده مش اي نادي بيعمل كده، الاهلي وبس، الاهلي وبس. والجمله اللي انا هقولها وهكررها كتير جدا في حلقه النهارده، اللي يراهن على الاهلي يكسب، واللي بيعمله النادي الاهلي ده طبيعي. في حاجات فوق الخيال، طبعا فوق الخيال، اللي بيحصل ده مش منطقي في امور كتير جدا، لكن اللي بيعمله الاهلي ده طبيعي لاسمه الكبير مع كل رموزه ومع كل النجوم ومن 1907 وبيعمل كده، ده مش جديد.
ده مش غرور ولا تكبر، لكن مفيش غيرنا بيعمل كده. جمهورك في كل مكان في مصر اللي ماسك العلم وناس عندها يقين راح تقعد في الكافيهات في المناطق الشعبية اللي احنا كلنا منها، والكافيهات في مصر الجديدة وغيره 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 في كل مكان في مصر، نازل من بيته عارف ان الاهلي هيكسب، على عكس أندية تانية بيبقى مش عارف، عمل مباراة كويسة ماشي على سطر ويسيب سطر. ودي حقيقة، شخصية البطل هي اللي موجودة، يخسر مرة يخسر البطولة لكن بيرجع بمنتهى القوة، بيرجع بمنتهى القوة. هرجع لأرقام الكابتن حسام البدري، تخيلوا مدير فني البعض بيهاجمه وما خسرش غير مباراة واحدة من الوداد المغربي، لاعب 51 مباراة في 4 بطولات، لاعب 35 في الدوري وهزيمة واحدة، ولا هزيمة في الدوري وهزيمة واحدة في بطولة أفريقيا، وبسم الله ما شاء الله كسب 5 ماتشات في الكاس وأمور كتير جدا، أرقام أكيد كل حضراتكم عارفين الكلام ده كله. ولكن المدير الفني الكبير زي ما قلت من شوية بيظهر كبير في المباريات الكبيرة، مش اللي أنا أخاف، مش اللي أنا أحط تشكيل، عجبني الاستراتيجية، دخلت المباراة زي ما اتعمل سيناريوهات قبل كده وقلنا كده، دخل ضاغط بأول ربع ساعة الأهلي مسيطر، ضيعت هدف عن طريق مؤمن زكريا وقعدت ضاغط، مفيش فرقة في العالم تقدر تضغط ال 90 دقيقة، وكمان الحكم انذارين على طول كتفك عاشور ومؤمن، فبالتالي كابتن حسام رجع شوية عشان كده ظهر فرقة الترجي اللي هي ماسكة كورة. شوط تاني النادي الأهلي من بداية الشوط التاني بيسيطر، علي معلول كان ممكن برضه نفسيا او ضربه الجزاء اللي هي توقعه نفسيا، لكن لعيب كبير، لعيب عنده شخصيه، واتوقع المباراه لو كانت خلصت 1-0 كان في ناس كتير مننا هتهاجمه وهتقطعه وهتموته، لكن لازم تفهموا ان الحياه بتستمر جوه النادي الاهلي، خرجت من بطوله، كسبت بطوله، خسرت بطوله، الحياه بتستمر، حياه البطولات وحياه الانجازات وحياه النجاحات وحياة العزيمة اللي الجماهير بتصدرها، وجمهورك كان أول ناس هتقول على الحلوة والمرة معاك، جمهورك الوفي اللي بيسافر وراك من في كل مكان، فده كان مهم جدا في البداية بس نوضح حاجات كتير. لكن كابتن أحمد أيوب كل التحية ليك، شرفتونا وفرحتوا كل جماهير النادي الأهلي، كابتن سيد معوض، كابتن طارق سليمان، كابتن أبو العلا، أنيس الشعلاني المحترم اللي ما بحسش ان الاهلي لياقته البدنيه بتقع في كل المباريات، في مباراه نهائي الكاس ومباراه امبارح، لازم الراجل ده ياخد حقه. كمان امبارح رجوله وجدعنه، مع الرجوله في حماس، في مباريات مش مباريات فنيات زي ما الناس بتقول، هي منهم مباراه امبارح، المدير الفني يحط استراتيجيه مع لعيبته، واللعيبه لولا الروح والاخلاص عند اللعيبه ما كناش شفنا الكلام ده. اكيد كمان عايز ابارك للكابتن ابو العيله والكابتن طارق عبد العزيز، كل الجهاز الطبي بالكامل، كل عمال النادي الاهلي، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره المحترم، وكمان عايز ابارك للموظفين النادي الاهلي اللي كانوا حتى في التتش امبارح قاعدين ما حدش مشي والكل كان بيتفرج، الكل على قلب رجل واحد والكل كان بيقول اهلي. كمان عايز اتكلم على اللاعبين النادي الاهلي، بننتقدكم احيانا لكن بنراهن عليكم في الاوقات الصعبه اللي انتوا قدها وقدود. بحيي كل اللاعبين، شريف اكرامي، سعد سمير اللي ما لعبش، محمد نجيب الراجل اللي بيبقى الراجل مش موجود ويلعب ما نسمعش مشكله، راجل بمعنى الكلمه، بيجي في الاوقات الصعبه يدخل مباراه صعبه ما تحسش بيه، تحس اللي هو موجود، روحه مع الفرقه، بيقاتل من اول دقيقه لاخر دقيقه. بحيي رامي ربيعه الاداء رجولي امبارح، احمد فتحي قلب الاسد، علي معلول الفراشه، لعيب عنده ثقه، لعيب بيقدر يرجع للمباراه، حسام عاشور خبرات كبيره، راجل بمعنى الكلمه، عمرو السوليه روح بتقابل فريق عنده وسط ملعب قوي جدا جدا جدا، عمرو السوليه رجوله اداء التزام روح بوسط الملعب هو وحسام عاشور. عايز اتكلم عن مؤمن بيلعب وياخد ويغير ويخرج بسرعه وينزل، وليد سليمان امبارح
ايه الرجوله دي؟ ايه الجدعنه دي؟ وليد سليمان رجوله، جدعنه، اداء. عبد الله السعيد احيانا ممكن بيختفي في المباراه لكن بمنتهى الرجوله بيرجع بيساند، لاعب لا غنى عنه. خلينا نتكلم الخبرات بتحسم في المباريات الكبيره. عايز كمان وليد ازارو، اللي انا بشوف الكوره يا جماعه اللي انت تخلق فرصه وتروح انفراد وتضيعه، كويس اللي انت تخلق فرص. ومش هتكلم على لعيب بيكتسب خبرات مع النادي الاهلي، ولكن شوف الرجوله والجدعانه في الكوره المشتركه الشوط الاولاني. ما كانش فيه امداد ليه هجومي او تحركات او ليه في مساحه، هو اللي بيخلقها. بيقاتل جوه الملعب مع اتنين مدافعين ممكن اقوى منه في جسمانيا، ولكن بيروح وبيقاتل وبيجي بيلعب بروح فانيله النادي الاهلي. جمهور الاهلي خصوصا على السوشيال ميديا، بلاش قسوه على اللعيب بتاعك وما تتصيدش الاخطاء لفرصه. فرصه سهله، طبعا سهله، لكن لو هيجيب وجاي عنده الروح بتاعتنا، تحس اللي هو مننا وتحس اللي هو بيلعب بمنتهى الرجوله والجدعانه. مهم جدا اجاي، البعض ينتقده لكن في الميعاد بيتحرك ويدخل جوه الصندوق ويستلم اللعبه من تحت ويدخل يفنش، مش اول مره يعمل كده. عايز اقول حاجه، وهو قاعد معناه اللي هو مركز، وده اللي قلناه، ادينا كل الامور الفنيه للكابتن حسام البدري قبل المباراه. اجاي كان ابتدى المباراه لا، بس نازل مركز وعارف واجباته ايه وبيشوف اخطاء الفريق اللي قدامه ايه. نزل جاب هدف، ربنا وفقه. عشان كده كل اللعيبه كانوا رجاله بمعنى الكلمه. كل التحيه والتقدير للجهاز الفني المحترم للنادي الاهلي، كل التحيه والتقدير للعيبه الرجاله اللي كانوا في الميعاد، كانوا رجاله بمعنى الكلمه. كل التحيه والتقدير لجماهير الاهلي العظيمه، كل التحيه والتقدير لمجلس اداره النادي الاهلي اللي تحمل مسؤولياته، ورئيس النادي يسافر ويتحمل مسؤولياته وقت الأزمات، ويسافر ويقعد ويآزر ويتكلم. أنا أحترم ده، أنا أحترم ده تاني، أنا أحترم ده، لكن ما أقدرش أتكلم كويس في وقت الصعب ووقت الشدة ما بقاش موجود. ما نقدرش نعمل كده وما أقدرش أقول أي كلمة كويسة. لكن مباراة في تخوف عند البعض اللي هو ما يعرفش تاريخ الاهلي كويس، وفي البعض بيصدر احباط وليه مصلحه، وفي رجاله عندها ثقه ويقين في رجاله النادي الاهلي، ودول كتير. فمن هنا الناس تحملت مسؤولياتها وسافرت مع الفريق وقعدت مع الفريق، وربنا وفقنا مره تانيه عشان المنظومه بتكتمل. المنظومه اللي اتعلمناها كلنا، مجلس اداره، لاعبين، اجهزه اداريه، جماهير، منظومه كانت كده، كان منظومه واحده، ولما بتبقى واحده ما تخافش على الاهلي. ده مهم جدا. عايز اتكلم في بعض النقاط المهمه جدا جدا، لكن هنروح نشوف تقرير ملعب رادس بقى وش السعد على النادي الاهلي، نروح نشوفه ونرجع لحضرتك. يلعب لاخر لحظة وكتب تاريخ. أسوار لو علم التوانسة أن الملعب الأولمبي برادس سيشهد كل هذه الانتصارات الأهلوية على فرقهم وخاصة الترجي، أتوقع أنهم كانوا سيفكرون آلاف المرات قبل بنائه. فهذا الملعب أصبح أيقونة الأهلوية، فمن خلاله حصد الأهلي لقبين لبطولة دوري أبطال أفريقيا عامي 2006 و2012، ومن خلاله عبر للدور قبل النهائي للبطولة الكونفدرالية عن طريق الترجي، ومن قبله استطاع الصعود لدور الثمانية على حساب الأفريقي التونسي، كما استطاع أمس عبور الترجي والصعود للدور قبل النهائي للبطولة على حساب الترجي أيضا وبالفوز بهدفين لهدف. مواجهة الصفاقسية 2006 بعد أن ظن الجميع أن الأهلي قد خسر بطولة دوري الأبطال الأفريقي عام 2006 إثر تعادله الإيجابي بالقاهرة بهدف لكل فريق، إلا أن ملعب رادس
كان يحمل بين طياته الخير لجماهير القلعة الحمراء، حيث حقق الأهلي لقب البطولة بالفوز على الصفاقسي بهدف دون رد لمحمد أبو تريكة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء. تصوير! جول! 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 الهدف الأول للنادي الأهلي محمد أبو تريكة. مواجهة الترجي 2013، عاد الأهلي للعب على استاد رادس موسم 2012 بنهائي دوري الأبطال الأفريقي مرة أخرى، ولكن مع الفريق الأقوى بتونس الترجي التونسي. وبعد أن أكد البعض مرة أخرى أن الأهلي قد خسر لقب البطولة بتعادله الإيجابي بهدف لكل فريق على استاد برج العرب، إلا أن المارد الأحمر انتفض مرة أخرى على الملعب الأولمبي برادس واستطاع الفوز على الترجي بهدفين لهدف ليحرز اللقب الثاني على ملعب السعادة للجماهير الأهلوية. وكورة من وليد سليمان والهدف الثاني، الهدف الثاني لوليد سليمان. مواجهة الأفريقي التونسي 2015، خاض الأهلي مواجهة في غاية الصعوبة أمام الأفريقي التونسي بالبطولة الكونفدرالية على ملعب رادس أيضا، فبعد أن حقق المارد الأحمر الفوز بالسويس بهدفين لهدف مني بالخسارة بنفس النتيجة بلقاء العودة، ليحتكم الفريقان لركلات الجزاء التي ابتسمت للأهلي وأدارت ظهرها للأفريقي، وحقق الفوز الثالث له على استاد رادس ليصل لدور المجموعات. الأهلي إلى دور المجموعات، بطل أفريقيا، بطل القرن في القارة السمراء. مواجهة الترجي 2015، استمرت مواجهة الأهلي والأندية التونسية، وبعد أن تخطى الأهلي فريق الأفريقي التونسي واجه الترجي بدور المجموعات واستطاع الفوز عليه بثلاثة أهداف بالسويس، ليعود لمواجهته باستاد رادس ويحقق انتصاره الرابع على الملعب ذاته بهدف دون رد أحرزه الغاني جون عنتوي، ليتأكد للأهلوية أن هذا الملعب يحمل دائما لهم الخير عكس استادي المنزا وسوسة الذي كان يلاقي الأهلي الأندية التونسية عليهما قبل إنشاء ملعب رادس. وأخيرا استطاع الأهلي العودة من بعيد ويحقق الفوز على الترجي التونسي بهدف لهدف، ويحول تأخره إلى انتصار تاريخي يظل عالقا في الأذهان، ويرسخ عقدة الأهلي لأندية تونس، ويؤكد أيضا أن الملعب الأولمبي برادس أصبح وش السعد على القلعة الحمراء، لتظل الجماهير الأهلوية تغني به وتردد فاكرين رادس، فاكرين دروة، فاكرين الأهلي في اليابان. رادس وش السعد وليه ذكريات مع النادي الاهلي اكيد عظيمه، خصوصا اللي انت بتقدر تحقق انتصار وبتقدر تجيب البطوله من خارج الارض. ومش رادس بس اللي يعرف النادي الاهلي كويس على مدار تاريخه وبطولات الافريقيه اللي قدر يحققها، جزء كبير جدا جدا منها كان خارج الارض، ومش اي حد يعرف يعمل كده غير الاهلي. عايز كمان اتكلم في بعض النقاط المهمه، نقدم رساله للمسؤولين. عايز اعرض صوره لفرقه الترجي قبل ما نوجه رسالتنا بقى للجهاز الفني واللاعبين، بنقفل الملف ده اكيد، ولكن قبل ما اقفل الملف عايز اعرض صوره لجماهير الترجي هنا في مصر ونشوف الجماهير كانت ايه. اتفضل. ادي الصوره. الناس دي مسؤولين هناك في تونس ساعدتهم اللي يسافروا. وساعدتهم وثقافة اللي انت تسافر ورا فرقتك في كل مكان وبتساعد على ده، والمفروض يبقى العدد كمان اكتر من كده من وجهة نظر. فكرة اللي الجماهير تسافر ورا الاندية دي فكرة محترمة، تعلمك الانتماء لفرقتك والاخلاص لفرقتك وتعلمك امور كتير جدا جدا. هتموتوا فكرة الجماهير ولا نخليها؟ ده احنا مش عارفين، ما رجعناش جماهير لغاية النهارده.
البرنامج ده اسمه كره والجماهير، وانا متحيز للجماهير المحترمه، ومتحيز للجماهير اللي بتقف جنب ناديها، ومتحيز للجماهير اللي لازم تبقى موجوده في المدرج. المسؤول بيبقى موجود على كرسيه عشان ياخد قرار، والفزاعة اللي بتتعمل للأندية وللناس كلها غير مقبولة بالمرة. أنا تعمدت لأنقل الصورة دي النهاردة عشان أكيد الناس ساعدت اللي الناس تسافر. وريني بقى صورتنا إحنا، عددنا قد إيه؟ 150 واحد وسافروا ومقتنعين بكده، وغيرهم هيسافروا، أنا موافق، لكن ما تموتش بقى الفكرة. كمان ممنوع بره وجوه، حاجة صعبة قوي بصراحة. ده النادي الأهلي جمهوره دخل التتش، الناس طلعت تعلق لنا، مسؤولين يقول لك إزاي النادي الأهلي بيدخل جمهوره؟ يا سلام، هي وصلت لكده كمان؟ تدي أوردر للنادي الأهلي ممنوع يدخل جمهوره؟ يا بيه الجماهير دي لو هي مش أعضاء فهي جزء من تاريخ النادي الأهلي، ده بيتها. لو معهوش فلوس يدفع 200 300 ألف جنيه عضوية فيدخل بيته أي وقت ونتشرب بيه. مش معنى اللي انتوا عملتوا فزاعات كتير ان الامور مش هترجع لطبيعتها. طبيعتها ان الجماهير تبقى موجوده جوه التتش وبره التتش وتسافر وراه. في يوم من الايام هقول شابوه وتعظيم سلام لما الاقي عدد الجماهير بره. انا مش هشكر مجلس اداره النادي الاهلي. لما الاقي عدد الجماهير بره زي جوه العدد يبقى كبير، ده التاريخ هيفضل، اي مسؤول ساعد في ده التاريخ هيفضل يذكره. لكن مش عارف اخد قرار الجماهير تحضر دلوقتي وبتموت فكره ان الجماهير تسافر ورا فرقتها. اتحاربت من اصحاب المصالح، اتحاربت كتير واتقال كلام ملوش لازمه. فاكرين جمله كنت بقولها؟ هقولها النهارده تاني. كان بيتقال للجماهير اللي بتسافر، والله والله تاني، كان في ناس خريج هندسه بالاسماء عارفهم ويروح يشتغل من ورا اسرته لمده شهر قبل المباراه، ان عارف اللي هو الاهلي عنده ماتش، ويروح يسافر او يشتغل شغلانه، كل اي شغله محترمه واي حاجه بتكسب من حلال محترمه، ويروح يشتغل سواق تاكس عشان يجيب ورديتين عشان يجيب ثمن التذكره وثمن الاقامه والسفر. واعلاميين كانوا يقولوا عليهم هم شاربين حاجه، هم بيجيبوا الفلوس دي منين؟ جه الوقت اللي نعيد الكلام تاني. والفيلل والشاليهات اللي بتيجي، الجماهير بتسألكوا بتيجي منين؟ والعربيات الفخمة والجماهير كانت بتسألكوا بتجيبوها منين؟ عايز أقول كلام صعب، لكن أخلاقي تمنعني اللي أنا أقوله دلوقتي، لكن هيتقال في يوم من الأيام. مش حاجة عيب ولا غلط، لكن وقائع وحقائق. افتحوا المدرجات للجماهير، افتحوا المدرجات للجماهير، اشتغلوا وقولوا كلمة العدل، ساعدوا للجماهير ترجع. كفانا العبث حتى في طرح القضية، بيقول لك دخلوا طلاب مدارس، واللي يقول لك دخلوا مش عارف مين، وافتحوا التتش الجمهور يتفرج فيه يبقى اللعيبة حاجات. يعني لو قعدت تتخيل أمور كتير جدا مش التخيل اللي بيتقال والطرح اللي موجود. ناس تقول لك مش عارف مدرجات بلا تعصب، هو في أساسا جمهور بيحضر؟ فمن هنا ملف مهم جدا، اكيد هنكمل مع حضراتكم وهنكمل وهنقدم الدعم لكل الجماهير، وخاصه جماهير النادي الاهلي المحترمه اللي موقفها مشرف مع لاعبتها وناديها وجهازها الفني. حاجه تفرح، حاجه تخلي راسك مرفوعه لما تراهن على جماهير النادي الاهلي دايما تكسب، دايما تكسب. عايز انتقل سريعا، مباراه النجم الساحلي يوم السبت، مباراة صعبة جدا جدا جدا، أصعب من مباراة الترجي، أصعب من مباراة الترجي. الكابتن حسام كان موجود النهاردة بيتفرج على المباراة، وأكيد شاف نقاط القوة والضعف. مش عايز الأمور تتاخد بسهولة ونشوة الفرحة ونشوة الانتصار تاخدنا. إحنا كبرنامج النهاردة من حقنا نفرح، من حقنا ندخل مداخلات يبقوا معانا والناس تسمعنا، من حقنا نشغل اغاني ونقول للجماهير الف الف مبروك، ونقول لكل اهلاوي الف الف مبروك. ولكن هنقفل الصفحه من بكره، هنشتغل ونقول افريقيا يا اهلي.
عشان كده هاشتاج النهارده اعظم نادي في الكون هو النادي الاهلي. كان الاشتاج الاسبوع اللي فات كله كان المستحيل ليس اهلاوي، وكان افريقيا اهلي. النهارده اعظم نادي في الكون نادينا العظيم اللي بيفرحنا ويسعدنا ومشرفنا وبيخلينا ماشيين في شوارع مصر كلها وغير شوارع مصر كلها فخورين اللي احنا بنشجع النادي الاهلي. اتقفلت الصفحة، مهم جدا اركز ومهم جدا افرح جماهيري ومهم جدا اسعد كل الاهلوية ومهم جدا اكتر واكتر روح الفانيلا الحمراء اللي كنتوا عليها، الجدعنة والرجولة والاخلاص وتحمل مسؤولية فانيلة النادي الاهلي ده شفناه منكم امبارح. انا واحد من الناس لا قدر الله كان حصل حاجة كنت مجهز اطلع هنا الف الف مبروك لعبت النادي الاهلي على الاداء الرجولي واديته مباراة محترمة، كنت مجهز اقول كده للامان، لكن كمان بفرحه وانتصار. لا انتوا رجاله بمعنى الكلمه، عشان كده هنقول لكم تاني افريقيا يا اهلي. وهذكر الكابتن حسام البدري بصوره جميله، كان في احد الاهلاويه في احد المباريات اسلام وذو احتياجات خاصه وكان موجود، وبعد المباراه نادى الكابتن حسام وقال له كده وعرضناها هنا وبيكلمه بصعوبة جامدة جدا، حتى دموع كابتن حسام كانت موجودة. وقال له أفريقيا يا كابتن حسام، أفريقيا، قالها له ثلاث مرات وعرضنا الكلام ده هنا. كابتن حسام وعد، وكابتن حسام ما تنساش إسلام وكل الأهلاوية، أربع ماتشات ونبقى على منصة التتويج عشان نروح أبو ظبي إن شاء الله. أربع ماتشات ونتحمل كلنا المسؤولية واللي أنتوا عملتوه للأمانة في مباراة إمبارح أمام الترجي يقارن بالجيل السابق اللي كنا أتشرف اللي أنا كنت موجود فيه للأمان. رغم الوفرة العددية اللي موجودة في اللعيبة في كل مركز فيه اثنين وثلاثة بتتكلموا يا جماعة، صالح جمعة نجم النجوم ومعشوق الجماهير وبتحب ما لعبش، تتكلموا الوفرة العددية أحمد حمودي متوفر كل حاجة للفريق ما لعبش، بتتكلموا أحمد الشيخ ما لعبش، بتتكلموا في لعيبه مهمه جدا جدا. عماد متعب، مين يقدر يتكلم على عماد متعب؟ واحد من اهم رصاصات الحربه في تاريخ مصر ما لعبش. في وفره عدديه وفي احتياجات الفريق اللي بيعوزه موجود بالكامل، الاداره موفره بالكامل كل حاجه للامانه، ودي امانه لازم كلنا نقولها النهارده. والتحدي اللعيبه قابلته والكل كان على قلب رجل واحد، مش مهم مين يلعب المهم الاهلي يكسب، والحمد لله ربنا اسعدنا. صفحه وتتقفل، ومن بكره نشتغل لمباراه النجم الساحلي، لان هتلاقوا وحوش هنا في استاد برج العرب في مباراه العوده ان شاء الله، وعندنا يقين وثقه للنادي الاهلي في المباراه النهائيه. اقل حاجه اقدمها للاعبي النادي الاهلي زي جماهير النادي الاهلي ما بتغني وبتقول 11 راجل في الملعب، نروح نسمعها عشان عندي كلام مهم جدا هعرضه لحضراتكم. أهلاوي 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 الفخر ليا، أنا
اهلاوي انا والفخر ليا اكيد، وبنعتز بالنادي الاهلي. واللي عاجبني اكتر واكتر اجيال بتسلم اجيال، مش البطولات بس، اجيال بتسلم اجيال، التحدي والقتال وروح النادي الاهلي والجدعنه والرجوله والاخلاص والوفاء، وحاجه مشرفه وحاجه محترمه جدا جدا جدا. ادي صوره الكابتن حسام اللي انا قلت لحضراتكم عليها من شويه، واسلام المشجع الاهلاوي المحترم اللي بيروح ورا النادي الاهلي في اللقطه دي كان بيقول له، عدناها قبل كده وبعدها تاني النهارده، افريقيا يا كابتن حسام. فاتمنى اكيد الكابتن حسام بيتابعنا وهيوصل له الكلام ده. اوعى تنسى اسلام وكل الاهلاويه يا كابتن حسام، اعملوا اللي عليكم، قاتلوا جوه الملعب والنتيجه بتاعت ربنا، وده من غير ضغوط، وده اللي احنا بنقوله طول الوقت. عايزين نتكلم شويه الاجواء كان فيها ايه. دايما بنحب الروح الرياضيه وننشرها في برنامجنا. تعالوا نشوف الاستاذ عمرو اديب الزملكاوي، وهو شخص لطيف جدا، الناس بتحب تسمعه وتعليقاته في الرياضه، على عكس في البعض دمه تقيل بيحاول يتكلم كده فما بيوصلناش، لان الكلام مش من القلب، مصطنع. فالاستاذ عمرو اديب دمه خفيف وليه تعليقات لذيذه بعد كل مباراه، خصوصا الاهلي والزمالك، ومش عايز جماهير الاهلي لما تاخد الاهلي تاخدها بزعل، لانه للامانه هو راجل موضوع بيتكلم هنا وهنا. فمهم جدا نروح نشوف مع حضراتكم استاذ عمرو اديب قال ايه، وخصوصا اللي انتمائه زملكاوي، لان اللي بعديه هيرد كتير قوي على اللي هتشوفوه بعد استاذ عمرو اديب. اتفضل. قالوا لنا الاهلي خلص الماتش 2-1، الف مبروك للا، والله العظيم ثلاثة انا مبسوط، والله العظيم اهم من السكه الحديد النادي الاهلي ده، نادي القرن وكل قرن، والف مبروك وسعداء جدا، ونهني انفسنا ونهني روح الفانيلا الحمراء ونهني حسام البدري ونهني معلول ونهني اجاي ونهني كل لعيبه الاهلي، الف مبروك يا جماعه، والله العظيم شيء يفرح، والمصريين ما عندهمش فرحه زي فرحه النادي الاهلي وساعات فرحه نادي الزمالك، يعني في اوقات كثيره، ولكن والله العظيم من قلبي من قلبي وبكل حب، لانه الاهلي يا جماعه كان بيمثل مصر النهارده، مصر كانت بتلعب. انا مبسوط جدا ان الناس تنبسط، والقضيه ايه؟ ان انت كنت مغلوب 1-0 والماتش الاولاني كان ضايع منك، خلاص انت متعادل فيه، فان انت تتعادل وتكسب هي دي الروح. ناس كتير قالوا لي ما يقدروش، والله العظيم ثلاثه انا عارف انه ما يقدر يعملها غير الاهلي، ما يقدر يعملها غير الاهلي. ألف مبروك على النادي الأهلي، وإن شاء الله أما يرجع مصر كلنا نبقى واقفين له في المطار ونستناه ونعمل له مزيكا. بنفرح بأي حاجة مصري حلوة تكسب، بنفرح بأي حاجة مصري حلوة تكسب، بلد دي عايزة دايما تسعد، عايزة دايما تشوف انتصار في كل المجالات، ومفيش زي حلاوة الكورة. جمهور النادي الأهلي المحترم اللي راح استاد مختار التتش وملاه كله، قالوا له احنا لازم ندخل، ومحمود طاهر قال لهم اتفضلوا، وملا الاستاد كله عشان يقف ورا الفرقه. الفيديو ده اللعيبه كانت بتشوفه قبل ما تخش الماتش، يلا يا اهلي الكاس يا اهلي اكسب يا اهلي، روح جميله وحاجه تفرح، والله العظيم ثلاثه سعيد. ده كان كلام الاستاذ عمرو اديب، بنشكرك على التهنئه، واكيد الاهلي مصدر السعاده، واكيد حضرتك كمان بتقول كده، النادي الاهلي بتراهن عليه وعمره ما خذل جماهيره، معنى كلام حضرتك. واحنا كمان يا استاذ عمرو نفسنا نبارك لك على شاشه النادي الاهلي، لكن اعتقد اللي صعب طول ما الاهلي موجود. عايز اتكلم كمان راجل ابن اصول، قال لك ببارك لمين؟ لجماهير الاهلي، وببارك لمجلس اداره النادي الاهلي، وببارك للاعبين، وببارك للجهاز الفني، لان ده الاصول. فتعالوا نشوف وزير الشباب والرياضه على الفيسبوك وراعي الرياضه في مصر كتب ايه. وزير الشباب والرياضه، تحيه وجبه يستحقها رجال فريق النادي الاهلي لكره القدم، يضربون مثالا يحتذي به في العزيمه والاصرار على تحقيق الهدف. حققوا فوزا رائعا على فريق الترجي
في ملعبه وسط جماهيره، ووصلوا رحلتهم لكاس افريقيا ومونديال الانديه ان شاء الله. مبروك لجماهير النادي الاهلي وتحيا مصر. سيادة الوزير انا بحترمك جدا، لكن لما تيجي توجه، انا ما ينفعش طبعا اوجه حضرتك، لكن حضرتك بتكتب كده، حضرتك تيجي تبارك للنادي الاهلي، لان الناس حضرتك بتتابع حضرتك على الفيسبوك، لما تيجي تبارك ابارك للنادي الاهلي مش للعيبة لوحدها وجهاز فني لوحده. وبعد كده افتكرنا الجماهير بعد شوية، ده وجهة نظر انا الشخصية، وما ذكرتش اي حاجة تخص مجلس ادارة النادي الاهلي. وعايزين تقنعوني لكده مفيش تعنت؟ لا، فيه. انا ما بعرفش مرة تانية وتالتة ومليون، المواربة غير مقبولة في البرنامج ده. ليه؟ لان احنا لما بنكسب زي ما قلت من شوية بالمنظومة وهي مكتملة، ترس، الترس لو سقط منه الجماهير هيبقى فيه صعوبات، لو سقط منه اللعيبه هيبقى في صعوبات، لو سقط منه المدير الفني هيبقى في صعوبات، لو سقط منه مجلس اداره طبعا في صعوبات. فلحضرتك لما تبارك، تبارك للناس كلها، تبارك للنادي الاهلي ككيان كمؤسسه. اتذكر قبل كده في الكاس قلت انا ما باركش لحد، وقلت ان انا ما ينفع يعني دي كاس مصر انا ما باركش لحد، او الكلام ده كله. طب انا هعرض لحضراتكم دلوقتي سيادة الوزير، خصوصا لفريق سموحة، تهنئة نادي سموحة. هقول لحضراتكم قال فيها ايه. حط لي الصورة كده لو هي معاكم يا جماعة، معاكم ولا لا؟ تهنئة لنادي سموحة بفوزه على فريق بيتفيست الجنوب افريقي بهدف مقابل لا شيء، وتأهل المجموعات لبطولة الكونفدرالية. مبروك للاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي ومجلس الاداره ومجلس الاداره ومجلس الاداره، وتحيا مصر. وسلم لي يا جدع على مجلس الاداره. في ايه؟ الاهلي مؤسسه كبيره فيها مجلس اداره محترم وفيها منظومة مكتملة، منظومة محترمة، منظومة بتنجح في ظروف صعبة، منظومة من وجهة نظري ومش تحيز مش ناقصة حاجة. لو أخدت بطولة أفريقيا السنة دي لكرة القدم عملت اللي ما حدش عمله في العالم، وتيجي تقول لي مبروك الجماهير، مبروك مش عارف إيه، وعملتوا أداء مشرف. لا، الوزير لما يخاطب الاهلي يخاطب مجلس ادارته، يخاطب مجلس ادارته ويبارك لمجلس ادارته، لان الاهلي مؤسسه كبيره شئنا ام ابينا، الاهلي مؤسسه كبيره لما تتعامل معاها مش هينفع غير كده. ولو في حد بيدخل معانا من الجماهير ولا من المنظومه الاهلاويه هيقول لحضرتك مش هنقبل التهنئه لان ما فيهاش مجلس الاداره اللي يمثلنا. الا بقى كنت حضرتك زعلان من اللائحه الاسترشاديه اللي اعضاء اللجنه الاولمبيه دخلوا معانا هنا وقالوا لحضرتك اللي عملتها، هي دي الحقيقه. فده ما يزعلش، الناس قالت الحقيقه نعمل لهم ايه؟ نمسك الخرزانه نقول لهم عيب ما يصحش، لا ما تقولوش كده، لا ما تقولوش اللي حصل ده تعنت مع الاهلي، هم اللي قالوا وهم اللي دخلوا في البرنامج ده. مجلس إدارة النادي الأهلي على مدار التاريخ، وأي واحد مثل النادي الأهلي وقعد على كرسي الإدارة هو أكبر بكتير من 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 بوست على فيسبوك ولا باركيت تهنئة ولا بوكيه ورد. إحنا كبار قوي يا جماعة، لازم الكل يفهم إحنا كبار قوي وعندنا ثقة كبيرة في نفسنا قوي وعارفين إن إحنا كبار. عشان كده هرجع اقول اللي انا قلته من شويه، كل اهلاوي نازل من بيته رايح يقعد على كافيه ورايح يقعد في اي مكان ما عندهوش قناه اللي عليها الماتشات، نازل عنده يقين ان الاهلي هيكسب وبيراهن على الاهلي. هل اللي انا بقوله التاريخ ده هستنى برقيه ولا استنى جملتين؟ اكيد لا، اكيد لا. فمن هنا
انا كاهلاوي عندي منظومه ودي مبادئي واخلاقي ومش هقف عند الكلام ده كتير، لكن ما بقبلش تهنئه بالوضع ده. وخليني اكون واضح، تعنت واضح مع مجلس اداره النادي الاهلي، وانا جاي افرح وجاي زي يوم انتصار للنادي الاهلي. اللي عمله النادي الاهلي في مباراه امبارح ده يدرس في تاريخ الرياضه في افريقيا كلها وفي الوطن العربي، هي دي الحقيقه. واتشرف ان انا بنتمي للكيان ده، واتشرف ان انا اعرف مبادئه شويتين. فانا بالنسبه لي كاهلاوي كشادي فرد ما بقبلش التهنئه بالشكل ده، بقبل الشغل المؤسسي والبروتوكولات بتقول لما تيجي تخاطب ما تخاطبش حضرتك جماهير، لان الجماهير مسؤوله من مجلس ادارته. زي ما قال الاستاذ عمرو اديب، مش انا اللي قلت عشان ما حدش يزايد علينا، قال اتفتح للجماهير البوابات عن طريق مجلس ادارته وراح ساند. لان لو حضرتك قلت الجماهير تدخل ومجلس اداره قال لا مش هتدخل، هي دي المواقف، وهو ده الاهلي وهو ده الاداره وهو ده الشخصيه القويه اللي بتقعد على كرسي الاداره داخل النادي الاهلي، وما بنقبلش غير بكده. وانا مش هتكلم على بعض الناس اللي بعتنا، دايما بنتكلم باراء الجماهير ودايما بنعبر عن اراء الجماهير المحترمه. فمش هتكلم على فكره زملكاوي والكلام ده، لان ده تعصب وده انا لا يعنيني الكلام ده، انا لا يعنيني. اللي يعنيني البروتوكول بيقول ايه؟ بيقول 1 2 3 4، مفيش بروتوكول بيحصل مع النادي الاهلي غير مقبول بالنسبه لي. زي النادي الاهلي عنده جمعيه على يومين بالمناسبه، ده موقف صريح وبسيط. كان عامل الجمعيه على يومين 25 و26 من قبل ما تبتدي، باطل باطل باطل، جواز عتريس من فؤادها باطل. واللي بيعمل كده مين؟ اللي بيعمل كده ناس خيرها من النادي الاهلي. واللي بيعمل كده مين؟ ناس كانت واقفه في يوم من الايام ماسكه الدف بتشجع النادي الاهلي النهارده في مواقع. واللي عمل كده مين؟ ناس موعوده جوه اللي هي بتشتغل جوه النادي الاهلي عشان مصالحها. واوعى جمهور الاهلي الواعي المحترم اللي انا شفته بيساند واللي انا شفته بيسافر، اوعى تسمعوا كلام الناس دي، لان في الاول وفي الاخر هو بيدور على مصالحه الشخصيه، مش بيدور على النادي الاهلي. بالنسبه له النادي الاهلي وعارف ان لون التيشيرت لونه احمر، لكن مش هيبقى مخلص زيكم وزينا، مش هيبقى مخلص، مش هيبقى في يوم من الايام مش هيبقى غير صاحب مصلحه ومنتفع. وفي يوم من الايام هرجع اقول بالحاجات اللي معانا اللي هتظهر قريبا جدا لكل جماهير النادي الاهلي، اللي في ناس عملوا كده في الاهلي وكان في يوم من الايام ماسك الدف في المدرج، وفي يوم من الايام كان بيقول العب يا اهلي وتحط اعلانات على تيشيرت الاهلي وهنقول مصادرها التذاكر كان بيحصل فيها ايه وغيره وغيره. اتكلمتوا على التراس اهلاوي، دول شرف وتاج على الراس، ما قبلوش بدخلات وفيها ارقام وانا شاهد عيان زي ما بيتقال، وما حصلش. اتقال ارهابيين وتقال وتقال وتقال، لكن شهاده لله ليهم اخطاء، ليهم اخطاء لكن نضاف. وانا احب اتعامل مع النظيف، مش اللي يستخدم المدرج عشان يروح موقع. الكلام ده حضراتكم هتعرفوه قريب عشان اخترنا الحق وكل حاجة في وقتها. سيادة الوزير خالد عبد العزيز بعد التهنئة دي الأمور واضحة، فتعنت واضح. ومرة تانية كان معانا هنا، احنا اللي فجرنا القضية هنا، كابتن حمادة المصري، الدكتور علي حسب الله، اللواء سامح مباشر، اللواء جاسر رياض، وغيره وغيره، والمفاجآت لسه جاية. هم اللي قالوا اللي هم ما شافوش حاجة، وكان قبل الفطار بساعة بسرعة يلا يا جماعة، ما شفناش ما ناقشناش، الوزارة هي اللي عاملة كل حاجة. هم اللي قالوا مش احنا اللي قلنا. فده لو مزعل حضرتك احنا مش ذنب، احنا دور الإعلام بيدور وناقل للحدث وناقل للحقيقة. ففكرة تمام يا فندم دي مش عندنا، في ناس فاتحة مصراعيها كده، احنا ما بنعملش كده، احنا ورا الكيان الكبير قوي ده، واللي يمس من اول
رئيس النادي لغايه جمهوره واصغر واحد فيه في الحق موجودين في الميعاد، ما بنعرفش نعمل غير كده. طيب نروح لملف او نفس الملف، في كلام مهم جدا اسمعوا ايها الجماهير الاهلاويه المحترمه عشان تعرفوا ان الدنيا بتمشي واحد ورا واحد ورا واحد والامور بتتكشف. الراجل كتب مقاله مهمه جدا، دكتور كرم كردي، تقف عندها، لازم تقف عندها. الراجل ده مين؟ عضو اتحاد كره القدم، بيبقى ليه علاقات، بيقعد بيتكلم. اسمعوا الكلام اللي اتقال، مش انا اللي بقوله، انا ناقل للحقيقه. قال جمله انا بعشقها: باطل يراد به حق. سمعتوا الجمله دي كم مره هنا؟ كتير. اسمعوا الكلام المهم جدا عشان حضرتك تبقوا فاهمين الدنيا رايحه فين وجايه منين. مقاله بعنوان الفوضى. كرم كردي، رغم ان ده عنوان المقاله، رغم اني ليس يومي في الكتابه، ولكن المواجهه التي نشرت على صفحات المصري اليوم بين السيد رئيس اللجنه الاولمبيه الذي انكر معظم ما جاء فيها وبين عضو من اعضاء اللجنه الاولمبيه، هذه المواجهه جعلتني امسك بالقلم واكتب، لان هذه المواجهه جسدت الفوضى التي تعيشها الرياضه في مصر الان، والتي تسبب فيها من تسبب من عمد وقصد وبدافع من الانانيه الشخصيه وبعيدا تماما عن المصلحه العامه. نحن نعيش في جو مليء بالاكاذيب، وحتى الاكاذيب متناقضه، والتصريحات التي تصدر كلها غير مقبوله ومزيفه وبعيده عن الحقائق الحقيقيه الموجوده حاليا، ان كل مسؤول يبحث عن مصلحته ومصلحته الشخصيه فقط. للاسف الشديد غاب الحق واصبح الباطل هو المسيطر، لان الباطل يجتمع عليه كل من ليس لديه مبدا، كل من يفكر في الانا فقط ولا تشغله المصلحة العامة فليست لها قيمة ولا وزن لديه. هل تصدق أن مسؤولا واحدا بنفسه وشخصه وصوته وصورته يخرج بتصريحات متضاربة في أقل من 10 أيام وكأنها الذاكرة مسحت عنده؟ هذا المسؤول الرياضي الكبير يشيد في تصريحاته بأعضاء الجمعية العمومية في نادي السيد لأنهم لم يذهبوا لحضور جمعياتهم، وبالتالي هم موافقون على اللائحة الاستشهادية التي وقع عليها أعضاء اللجنة الأولمبية، والكل يعلم انها بتعليمات من الوزاره. وبعدها باسبوع يظهر علينا نفس المسؤول العاشق للاعلام والتلميع ويدلي بتصريحات بانه سعيد باكتمال الجمعيات العموميه في انديه اخرى، وان ذلك نجاح للتجربه الديمقراطيه المزيفه. لا، الجمله دي عجبتني. وان ذلك نجاح للتجربه الديمقراطيه المزيفه التي اوهموا انفسهم بها ويحاولون ان يوهمونا نحن ايضا. والاكثر غرابه ان معظم المسؤولين الكبار بدءا من رئيس الوزراء والوزراء ورئيس واعضاء لجنة الشباب بالبرلمان وأنديتهم لا يوافقون على اللائحة الاسترشادية ويرفضونها. نحن الآن في فوضى في كل اتحاد، فوضى في معظم الأندية من أكبرها إلى أصغرها، فوضى في مراكز الشباب. هل سوف تتركنا الدولة في هذه الفوضى؟ هل سوف تترك الدولة من تسبب وما زال يتسبب في هذه المهزلة التي نعيشها؟ هل تترك الدولة من أشعل الصراعات في جميع الهيئات والأندية وجلسة يتفرج وتصور ويظهر في المناسبات للتصوير والتهنئة فقط وكأنه صاحب الإنجازات؟ وهل بعيدا كل البعد عن ذلك كتبنا وحذرنا من أن العبث بالرياضة شيء خطير، وأن ما يحدث من عدم تحمل المسؤولية وإلقاؤها على اللجنة الأولمبية وهي غير مستعدة لذلك سوف يؤدي إلى فوضى وضمان للرياضة في مصر بجميع مقاومتها؟ الأمور تسير بالشفعة وبالوساطة وبالغل وبالولاء، ليس مهما من أنت ولكن المهم لولائك لمن. المسؤول للأسف لا يهم المصلحة العامة أو النتيجة، ولكن المهم أن يبعد نفسه عن المسؤولية ويظل على كرسيه ولا يطول توبيخ أو تعنيف. للأسف الشديد الأمور تسيء من سيء لأسوأ، والمسؤولون يشاهدون ولا يتدخلون. لماذا؟ ولا أعرف. الاستبعاد، التجميد، الشد، الطرد لمن يعترض أو يطالب بحق قد يعكر أو يغير ما في عقل المسؤولون. مجرد أنك تفكر في منصب تم الوعد به بالأحد و و و و و وأمور كتير جدا جدا. مقالة تستحق الاحترام، وهو ده اللي احنا بنقوله، واحد ورا واحد بيتكلم. وأدعي اللي البرنامج ده خلى اللي ما كانش بيتكلم بقى يتكلم، وخلى أعضاء اللجنة الأولمبية يقولوا كلمة الحق، وخلى الكل يقول اللي موقف الأهلي قانوني. وده دورنا، اللي احنا ملناش مصالح مع حد، مصلحتنا النادي الاهلي فقط.
والنادي الاهلي مش فقط وبس النادي الاهلي لما يبقى على حق. تعنت مع النادي الاهلي، لائحه استرشاديه اتكلمنا فيها مرارا وتكرارا، دي فرض الوصايه على النادي الاهلي وغير مقبول فرض الوصايه على النادي الاهلي. اتكلمنا على اللجنه الاولمبيه ما عملتش حاجه، ما اجتمعتش، ما قالتش، وبعدين في الاخر بتكلمني على اللجنه، انت الحكم والقاضي وعايزنا الجا لك. طب ازاي؟ ازاي واحنا بنتكلم في 2017 والدستور ابو القوانين وتعظيم دور الجمعيه العموميه وتوسيع قاعده المشاركه والامور الاستثنائيه ومش عارف ايه؟ تعبنا من الكلام الفضفاض، تعبنا من الكلام الكتير. دكتور كرم انا بشكر حضرتك على المقاله المحترمه اللي في وقت الحق في ناس مش عايزه تقوله، وفي مستفيدين كتير، وفي ناس ما بتعرفش تقول غير امين، واللي هيقول امين لغير الحق صدقوني العقاب بتاع ربنا سبحانه وتعالى بيسيبك وتشتغل وتشتغل في الضلمه، لكن عقاب ربنا بيبقى كبير. وكلنا الحمد لله رب العالمين، مش كلنا، مش كلنا، اللي بيخاف ربنا بينجو، واللي ما بيخافش عقابه بيبقى شديد. هعرض لحضراتكم دايما الاغاني اللي بعرضها، مش عايزكم تسمعوها اللي هي اغنيه والجماهير موجوده وبتاع، عايز حضراتكم تركزوا في الكلام، ولما الكلام بيتقال هو مش كلام بيتقال وخلاص، هو اللي الجدعانه اللي انت تقول الكلام وتنفذه. الجدعانه ايه؟ تقول الكلام وتنفذه. احنا ليك يا اهلي وانت جوه عنينا. اسمعوا الكلام ده، الجماهير نفذته على نفسها ولا لا؟ ليه انا هعرض الكلام ده دلوقتي؟ علشان قريت تصريح غريب جدا مره ثانيه لمدير التنفيذي لاتحاد الكره الاهلي، لم يخاطبنا لزياده عدد الجماهير. كنت مستني تصريح بعد الاهلي بالشكل والحلاوه دي والجدعانه دي من جماهيره ولاعيبته ورجالته. هنفتح استاد برج العرب لكل جماهير النادي الاهلي، لكن للاسف كالعاده تصريحات مستفزه، تدخل سافر جوه الاهلي، وده اللي مش هيقبله ولا مجلس ادارته ولا جمهوره ولا مركزه الاعلامي ولا قناته. لازم تبقوا فاهمين كده، ده قولا واحدا. تعالوا نسمع احنا ليك يا اهلي، ونستقبل اتنين من نجوم النادي الاهلي، اتنين من ولاد الاهلي المخلصين، كابتن شريف عبد المنعم وكابتن محمد عبد الجليل. بس مره تانية اسمعوا كلمات الاغنيه دي باتقان، وشوفوا مين بينفذها ومين مش بينفذها. La 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 la
برحب بحضراتكم من جديد ونواصل فقراتنا مع اتنين من نجوم النادي الاهلي، بتشرف اللي هم موجودين معايا، ونتكلم عن المباراه ونحتفل مع بعض بالفوز المهم جدا للنادي الاهلي على فريق الترجي. واكيد في البدايه قبل ما اسال اي حاجه برحب بواحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني، كابتن شريف عبد المنعم، برحب بيك. برحب بيك كابتن شادي، ومبسوط انا معاك انت وضيفك الجميل كابتن عبد الجليل، كمان واحد من اللعيبه الجامدين قوي وتواصل الاجيال سبحان الله، يعني بعد كابتن شريف عبد المنعم كابتن علاء ميهوب كابتن محمد عبد الجليل، واحد من اللعيبه اللي كان كوره في رجليه بيمتع كل جماهير النادي الاهلي. كابتن عبد الجليل مبسوط ان انت كمان معايا النهارده وبنتكلم عن الفوز على فريق الترجي. ربنا يخليك يا كابتن شادي، وانا بشكرك كمان ان انت خليتني اشوف الكابتن شريف عبد المنعم، بقالي كتير ما شفتوش وبرحب بيه جدا، لانه بالامانه هو مثل الاعلى، يعني كان انا وقعت على الكوره مع كابتن شريف عبد المنعم بطريقه لعبه، وبعدين دخل بعديه علاء ميهوب، وبعدين كنت كان كابتن علاء مثل الاعلى، وبعدين دخلت بعديه وجي بعديه. يعني انا قلت صح بالظبط والله العظيم سبحان الله. انا اعتزلت ما اتكلمتش الا على عبد الجليل. انا كابتن شريف بعد التمرين يخلص وكان قاعد بيتفرج، هو ما كانش في الملعب يعني، كان بطل خلاص وكان يندهلي خد الكره من 18 ل 18 تحت رجلك، كان قادر يعمل كده، فهو كان الحته دي هو كان مميز فيها جدا بامانه. فهي تواصل الاجيال، فالاهلي ما بيتورثش ابدا يا شادي كلعيبه، متورث هو الاهلي رموز، انما توريث لعيبه لا. شريف عبد المنعم، علاء ميهوب، عبد الجليل، رمضان صبحي، انا بكلمك على ناحيه الانطلاقات. عد بقى الجبهات والحاجات الثانيه، ياسر ريان برضو كان الجبهات يعني من الناحيه الثانيه مين ومين ومين، فطاحل يعني فهمك. فالاهلي ما بيتورثش ما بيقفش. انا متفق معاك، النادي الاهلي ده حاجه كبيره قوي، كلنا بنعتز بالنادي الاهلي العظيم. في البدايه كابتن شريف اتفرجت على الماتش فين؟ في البدايه وقبل ما اهنيك بفوز الاهلي العظيم، واللي انا كنت قبلها هنا برضو في القناه انا وكابتن محمد فاروق وقلت له هنكسب بكره 2-1 باذن الله، حتى لو جاي فينا جوه احنا هنعوض ونكسب. بحب اعزي نفسي واعزي النادي الاهلي واعزي كابتن مصطفى عبده في وفاه السيده هاله سري زوجته. احنا كنا مجهزين حاجه انت كده يعني. انا اسف بس الحقيقه هاله زي اختي بالظبط، و بعزيك يا كابتن مصطفى وبنعزي نفسنا كمان، ويعني الصبر والسلوان لاهلها باذن الله. طيب اسمح لي كمان، احنا كاسره البرنامج كنا عاملين حاجه كده في اخر البرنامج، الكابتن مصطفى عبده قيمه كبيره ورمز اكيد البقاء لله في وفاه زوجته، وربنا يغفر لها ويرحمها ويجعل مثواها الجنه. والكابتن مصطفى عبده واحد من الشخصيات المحترمه جدا جدا، ربنا يصبره ويصبر اسرته كمان. العزاء واجب للكابتن طارق مصطفى نجم نادي الزمالك في وفاه والدته، ربنا يغفر لها ويرحمها ويجعل ايضا مثواها الجنه. كابتن طارق مصطفى لعشر، واحد من الشخصيات المحترمه، واحد من الشخصيات الطيبه جدا جدا، البقاء لله. كابتن طارق اتفضل. كابتن شريف، احنا اتفرجنا على الماتش في برج العرب كلنا، وكلنا كنا هناك وانت كنت موجود وانا كنت موجود، وبعض اللعيبه طبعا القدامى برضو كانوا موجودين، كلنا بنبقى متكاتفين مع النادي الاهلي، ودي عاداتنا في المواقف اللي هي بنبقى يعني حاسين احنا ان شاء الله بصدد تحقيق بطوله مهمه بالنسبه لنا، واحنا بنبقى السمه الجميله في افريقيا دايما النادي الاهلي لما بيبقى موجود، الميديا كلها والاعلام والدنيا كلها بتتفرج، وده حق للنادي الاهلي اللي انت كنت بتتكلم عنه من شويه، انه منظومه الحقيقه ماشيه بثبات، ماشيه بهدف واعي، ماشيه على مبادئ النادي الاهلي اللي هي لا تتغير. اتغابا بحقنا هنا في برج العرب في وسط الجماهير، ما شفتش ولا واحد خارج من الاستاد زعلان الا على النتيجه بس، انما لا زعلان على اداء اللعيبه ولا زعلان على حد انه اخفق، وموضوع الهدف اللي دخل فينا التاني ده ما علامه استفهام وخلصنا وكل حاجه راحت لحالها، وخارجين كلنا حتى انا يعني رحت وانا مش كنت مستني لو انت هقول هنتعشى بره بعد اتلغت كل حاجه، وعندنا نيرف شادي، عندنا صقر، عايزين الماتش بكره. هو ده الاهلي انت عارف كده محمد، انا عايز العب الماتش بكره وهكسب بكره، واللي حصل فيا ده لا يستحق ان في ماتش 90 دقيقه يتلعب 70 دقيقه. هو ايه الحكايه؟ احنا نوت فير بلاي ده على طول، احنا كده حكام على طول ضدنا، حتى هناك الحكم ده يعتبر من احسن حكام في افريقيا، الحكم الكاميروني ده من احسن حكام افريقيا،
ما هذا الكاميرون التوعد للنادي الاهلي؟ اتفرجت على الماتش فين يا كابتن شريف؟ اتفرجت انا تاني ولا انا وكابتن محمد فاروق وحمد شاهين يعني شلة كده في اوتيل في مصر يعني. انت قلت لي، انت قلت قبلها بيوم ان النادي الاهلي كان عندك يقين ان النادي الاهلي هيكسب. كنت انا ومحمد فاروق على الهوا هنا وقلت له هنكسب ان شاء الله، وقلت رساله للاعبين ولحسام بدري انزلوا تمتعوا، متعوا نفسكم. طب العصفوره قالت لي وانتوا في الفندق جبت بلح وحاجات غريبه جدا. قصه ثانيه، قصه البلح دي احنا هنمشي بقى على قصه البلح دي على طول. انا وانا قاعد لما جه فينا الهدف ما يعني اتضايقت، خدت بالك من ان الكره عدت وضربه جزاء وغبن وبرده وكره عدت خلاص وراجل اتلكك في الخبطه بتاعت الولد بعد التلكيكه يعني ودخلت فينا جون، فقلت ظلم الظلم الظلم الظلم. فرحت باصص للسما قلت له يا رب يا عادل، وبعدين قلت حاجه ثانيه بس مش قادر اقولها، جت كده غلط خدت بالك، وكلنا قعدنا نضحك وقعدوا يضحكوا علي. قلت لهم وين البلح؟ هاتوا لي بلح احمر حالا. انا الولايه المغربيه قالت لي كل بلحتين هتكسب 2-1. راح عماد شاهين عامل بايده كده شويه، لقيت طبق بلح قدامي اقسم بالله. قالوا لي انا بعمل البلح كده. بتتكلم جد؟ انا بتكلم جد. هم بيهزروا اللي معايا، انا حد حكى لي انا وقالوا لي هم بيتكلموا جد، هو بيتكلم جد، هم عاملين يهزروا. والله انا بعمل البلح كده وباكلها ببقي. كان الكوره بتتلعب بالعرض وعمك علي معلول ده بتقلش منه وبتروح تخبط في الباك وتروح. قلت لهم كلها البلح اهو، البلح اهو، البلح اهو. والتاني قلت لهم استنوا مش هناكل دلوقتي. شويه كده ورحنا واكلين بلحه ثانيه تيك الجون الثاني. الظاهر احنا صدقنا التعويذه ولا ايه. فبصوا لي كلهم كده، فكل اللي قاعدين طبعا في الاوتيل خدت بالك قاعدين في الهواء بقى وبعدين كله سقف وكله ما صدقش. انت شفت الصوت لما كل هدف الدنيا هاجت؟ شفت الصوت كان في مصر عامل ازاي؟ قنبله. كابتن اتفرجت على الماتش فين يا كابتن عبد الرحمن؟ انا اتفرجت مع طقم زملكاوي محمد ابراهيم كان عضو مجلس اداره في نادي الزمالك، وكابتن عبد الرحيم محمد وكلهم كنا قاعدين في كافيه. كان المفروض ان انا هطلع في قناه امبارح بعد الماتش حد، ف اقسم بالله يا كابتن شادي زملكاوي اسماعيلاوي اهلاوي كله كان عايز الاهلي يكسب، حتى الزملكاوي. اصل ما تصورش انت اداء اللعيبه اكبر الناس للاحترام كلها امبارح، من اول ربع ساعه ضغط اصرار احنا نحسها احنا كلاعيبه كوره. لما كنا بنتغلب الكابتن شريف قال لك انا عايز الماتش يتلعب بكره لانه احساس لعيب. فعلا يا كابتن شادي احنا من اول ربع ساعه ايه ده؟ لا ما في حاجه. اما جه فينا الجون برضه عارف اللي هو زعلت بس مش مستحيل. مع دول مش مستحيل. معلش مع النادي الاهلي لا بيثبت يا جماعه بجد بنتعلم حاجات جديده كل شويه يا شادي. والله انا عن نفسي بستفاد من الروح دي. عملت ايه لما الاهلي جاب الجون الاول؟ انا يعني بصيت على طول على الساعه فوق، لقيت فات 5 دقائق فقلت هنكسب ان شاء الله يعني. بس انا ركزت كمان بدري ساعد جدا وبعدين هيحبطهم اكتر وهيدينا روح فوق الروح اللي احنا معروفين بيها دايما. يعني تخيل انت بتلعب بروحين بقى بجد يعني ما بهزرش، شراسه غير عاديه. اللي بينزل زي اللي بيطلع، وابو قلب ابيض اللي قاعد بره ده عماد متعب ده قلبه ابيض عشان كل اللي قاعدين صالح جمعه دول سبب نجاح دول قلبهم. ما انا 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 حسيتها في النادي الاهلي وكابتن شريف لو اللي قاعدين على الدكه لو ينبذهم ومضايقين وفي ضغينه في قلبهم ما تعرفش كان الدنيا تقف. لا لا ممكن ازعل يا كابتن شريف. محمد نجيب كان هيلعب الماتش ده؟ ما كانش هيلعب. كانش هيلعب. سعد سمير سبحانك يا ربي. ممكن وليد ازارو انا شايفه خارج من الماتش ده. يمكن عماد متعب يكون ليه دور في النجم الساحلي. يعني حكايه اللعب وحاجات دي حاجات قدريه وفي حاجات. المهم ان انت تبقى فريش، تبقى جاهز، ما تنزلش يجي لك شد يا شادي في الملعب. يعني ما بقاش عماد متعب جاهز بينه وبين نفسه زعلان ما اعرفش ايه حاجات. لا لا الحاجات دي عاديه بس الحاجات دي بتاثر. زعلان ما بيعرفش نفسه يشترك في اخد زهوه الفرح. انا كابتن النادي الاهلي برضه لازم يبقى لي وجود في الاخر بس هو لاعبه هنا في مصر يعني. طيب. معلش عايزين نقفل موضوع عماد متعب. عماد متعب لاعب هنا في مصر
وكان عليه مسؤوليه ان هو يكسبنا وكان هيكسبنا. لا انا مش بتكلم على متعب كمتعب، انا بتكلم على متعب اللي هو كابتن الدكه. يعني قاعدين على الدكه دولت يعني ده ما لاني مشهور بالحكايه. هستاذنكم نطير بسرعه لتونس مع مراسل قناه النادي الاهلي امير هشام ونطمن على فريق النادي الاهلي بيعملوا ايه، بالكابتن حسام عادل لعبته ايه، كل ده نعرفه من مراسلنا امير هشام. امير برحب بيك. برحب بيك يا كابتن شادي، برحب كابتن محمد عبد الجليل وكابتن شريف عبد المنعم، طبعا تحياتي لكل مشاهدي متابعين قناه الاهلي بكل مكان، ومبروك طبعا لكم كلكم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. امير انقل لنا بعد المباراه اتقال ايه، بعد المباراه داخل غرف الملابس وكمان بعد المباراه في الفندق اتقال ايه، والنهارده كمان اكيد الكابتن حسام والكابتن سيد الحفيظ كلموا لاعبتهم، كل ده عايزين نعرفه منك، اتفضل. طيب في البدايه سمعتوا الكابتن بيتكلموا على عماد متعب، عايز اسالك بس على عماد متعب. متعب سواء لعب او ما لعبش عنده روح كبيره جدا ومهمه جدا، شخصيه قياديه مهمه جدا 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 مع النادي الاهلي. خليني اقول لك ان عماد متعب قبل المباراه او ليله المباراه بالتحديد عمل اجتماع مع اللاعبين مع بعض هم لوحدهم خالص، بعيدا عن القياده الفني وبعيدا عن اي حد، قعدوا يتكلموا مع بعض. وجه نصايح وتعليمات للفرقه اللي بتتكلم معاهم بشكل جيد جدا وحطيتهم بشكل جيد جدا، وقال لهم حتى احنا لو نتيجتنا في القاهره مش كويسه قوي، لا احنا نقدر ان احنا نكسب رادس، ده حصل كتير قبل كده وفعلا ده اللي حصل امبارح، والنادي الاهلي قدر يفوز. فبالتالي عماد متعب زعلان خالص ان هو ما لعبش، لا بالعكس هو لعب في القاهره وايضا روحه كويسه جدا مع اللاعبين، هو شخصيه قياديه مهمه جدا في النادي الاهلي زي ما احنا عارفين، ده سواء هو او حسام جالي قبل. تمام. بالنسبه لعماد متعب، لكن بالنسبه للفريق طبعا كابتن شادي توليد الفرحه امبارح فرحه كانت عارمه جدا، كل الفريق طبعا كان تركز المباراه دي سواء اللعيبه او الجهاز الفني، كان عندهم عزيمه واصرار جامدين جدا ان هم يحاولوا المباراه. كابتن حسام جالي طبعا كان عنده فكر معين، تكتيك معين ابتدى بيه هذه المباراه، وده اللي اتى بثماره وقدرنا الحمد لله ان احنا نفوز، رغم ان احنا كنا متاخرين في النتيجه في الشوط الاول، يمكن البعض خلاص فقد الامل كان كده الموضوع هيبقى صعب شويه، لكن بسرعه جدا النادي الاهلي مع بدايه الشوط الثاني قدر ان احنا هدفين وقدر ان هو يكسب المباراه. كان ممكن يا كابتن شادي زي ما انت شفت طبعا في مباراه كل المشاهدين، كان ممكن النادي الاهلي يجيب ثلاثه واربعه كمان في المباراه دي، كمان كمان، لكن طبعا سعاده كبيره جدا. لكن الاهم خليني اقول لك ان كلام اللعيبه والجهاز الفني بعد المباراه احنا خدنا بطوله، عفوا طبعا كسبنا مباراه وفرحنا وكل حاجه، لكن لسه ما خدناش ده الكلام ما بين الجهاز الفني واللاعبين. نفرح النهارده يوم المباراه، لكن بكره نركز في هدفنا الاساسي وهو احراز كل دوري ابطال افريقيا، خصوصا ان هي شادي بقى لها تقريبا اربع سنين ما دخلتش دوري ابطال النادي الاهلي، كل جمهور النادي الاهلي مستني البطوله دي، خصوصا ان الموسم ده احنا محققين ثنائيه دوري الكاس، فمحتاجين كمان البطوله دي تبقى ثلاثيه تاريخيه بالنسبه للنادي الاهلي. ده كان كلام مع بعض طبعا النهارده، ابتدى التركيز الشديد في المباراه الجايه، خلاص زي ما احنا عارفين عرفنا هنلعب فريق الاتحادي ان شاء الله. النهارده الجهاز الفني قاعد يتفرج على المباراه امام فريق اهلي طرابلس، طبعا مباراه النجم واهلي طرابلس، ويمكن كان بياخدوا بعض الملاحظات على الفريقين، بس مش لسه عارفين هنلعب ايه، بس طبعا بعد ما عرفنا ان احنا هنلعب الاهلي فالكابتن حسام بدري بيتم خلاص وضع برنامج خاص بالفريق، سواء برنامج تدريبي طبعا بدايه المنتخب، طبعا محاضرات بتتفق بالفريق طبعا عشان فريق او دراسه فريق نجم التحالي من ناحيه طبعا تكتيكيه كل التلبيات. طيب امير عايز اسالك، عايز اعرف منك شويه تفاصيل كده، المباراه خلاص اتحددت يوم السبت القادم ان شاء الله ولا لسه؟ هو لحد دلوقتي مفيش حاجه رسمية لسه، لكن المعلومه اللي عندنا ان هي خلاص يوم السبت القادم ان شاء الله. سعد سمير طمني عليه، اخباره ايه؟ سعد سمير عنده اجهاد يا كابتن، بتحديد التمكينه الاخيره في ملعب التتش اللي كان متواجد فيها الجمهور، سعد كده كان عنده اجهاد في العضله الضمه، لما وصلنا هنا فضل بتمرن التمرين الاول ما قدرش ان هو يكمل شويه، فبالتالي جهاز الطبي وكابتن حسام بدري يعني قرر ان هو يبقى يعمل بعض التدريبات التاهيليه، كان لسه برضه في تدريبات الجهاز الفني لحد اخر مران قبل المباراه، ما كانش واضح هو سعد شارك في المران كله، لكن سعد كان مقلق شويه خلال التدريب، ما كانش بيلعب باريحيه خلال التدريبات، فبالتالي طبعا الجهاز الفني بجهاز كابتن حسام قرر ان هو ما يجددش سعد. يعني سعد جاهز للمباراه القادمه؟
بيتم تأهيله يعني لسه شويه النهارده كان بيعمل برضه تدريبات تأهيليه لسه مش جاهز طبعا، لكن خلال الايام الكلها وتدريبات الكلها هيتم طبعا تحديد مدى امكانيه ان سعد يشارك في المباراه المقبله ولا لا، وخصوصا ان احنا عندنا مدافع ايضا ممتاز طبعا محمد نجيب وقدم مباراه بطوليه امبارح كان لاعب بالنسبه للنادي الاهلي، فبالتالي كابتن حسام ما رضيش ان هو يجازف سعد المباراه بتاعت امبارح، لكن ان شاء الله هيتم تأهيله طيب. للمرحله المقبله سواء هو بقى وليد سليمان وليد ازارو، يمكن وليد سليمان كان عنده كذبه في الحوض كده في مباراه الامس برضه هيتم تأهيله هيكون راح يكون شكل ترتيبات الدنيا هتبقى بالنسبه له بالنسبه لوليد ازارو ايضا عنده كذبه في عضله الخلفيه الامور دي كلها هتحدد خلال الاحتفال، لكن جميع لعيبه الاهلي حاله جيده طبعا. عايز اعرف منك الفريق ان شاء الله هيسافر السوسه امتى؟ يوم الاربعاء ان شاء الله الفريق هيسافر السوسه خلال طبعا الاحتفال هناك للمباراه دي النهارده وبكره وبعد في نفس الاوتيل الخاص بتاع السوسه العاصمه حضرتك هيكون بكره للفريق وبعد طبعا ان شاء الله هيكون دي خطه ان شاء الله يوم الاربعاء ويتم الاستعداد ان شاء الله تحليل. وخليني اقول لك ان الفريق يا كابتن شادي يعني بيفكروا ان هم عايزين طبعا يحاولوا نتيجه ايجابيه هنا في مباراه الذهاب عشان يكون في اريحيه اكثر في مباراه العوده يقدروا من خلالها ان هم يحاولوا يعني طبعا الامور ما تتمش بدري بس نسبيا بس النادي الاهلي يكون عنده اريحيه في مباراه الذهاب يحقق نتيجه ايجابيه عشان مباراه العوده ان شاء الله ان شاء الله نفسيا وذهنيا مرتاح شويه خلال المباراه ونقدر نتاهل خلال مباراه العوده ان شاء الله. امير انا بشكرك شكرا جزيلا وبارك للجهاز الفني واللاعبين عندنا ثقه كامله كبيره جدا جدا فيهم ولو قدرت الكابتن حسام يبقى معانا بعد شويه نستاذنك لان مهم جدا يدخل معانا برضه ونسمع الكابتن حسام. بشكرك يا امير شكرا جزيلا. قبل المكالمه كنا بنتكلم حضرتك بعد الهدف الاول والهدف الثاني ما جاء في النادي الاهلي الهدف انت ما حسيتش باي ياس وما لا انا زعلت بس زي ما بقول لك يا شادي ما مش مستحيل ان احنا نجيب جونين يعني وانا شايف ان احنا من اول الماتش احنا ضاغطين يعني ومكتفينهم فرق معانا الضغط من البدايه جدا جدا وانا ما توقعتش من جوهري تونس بن زارتي ان هو يرجع كده في اول ربع ساعه عمل كام حركه بانت ان هي حاجات قديمه قوي شادي يعني صرح قبل الماتش ان بن شرفيه مصاب وطارق الخميسي مصاب وده مصاب حاجات عملناها في الثمانينات وعملناها في السبعينات لما كانوا بيجروكوا حوالينا في ماتش الزمالك فيلففك حوالين الملعب فانا حسيت من تصريحاته ان هي مش يعني اقول لك حاجه غريبه قوي على الكابتن فوزي البنزرتي ما انا واحنا جيلنا كان موجود وبيلعب مع شيرينو كويس جدا تمام مش من ما عندوش الثقافه دي ايوه يعني دي جديده لما يجي يقول لك ابو تريكه اعتزل مش كابتن فوزي اللي بيعمل كده ما هو الجماهير ردت بقى في المدرج قالوا لك الروح موجود بيجي اجيال وتروح اجيال لك الروح الاهلي موجوده وهي اللي عايشه معانا وهتفضل عايشه انا قلت لك الاهلي لا يورث للعيبه مفيش حاجه اسمها عادي اقول لك على حاجه فضل. كلنا واحنا بنتفرج يا محمد وشادي كنا بنطلب لغه التغيير عشان نكسب الحقيقه لعبوا ماتش كبير قوي هم اول تايم بينقلوا الكوره 10 على 10 صح تكتلات ثلاثيه مع بعض سبورتنج مع بعض عندهم ثقه عاليه جدا بالنتيجه اللي جوه مصر ده في الثلث ساعه اللي بعد ربع ساعه كمان من بعد كره مؤمن الاولانيه خدت بالك وعدم رد فعل ان احنا جبنا جول في الاول 5 دقايق 10 دقايق سيطروا بالباص باص 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 ابتدوا يهزونا احنا بس هم بيعرفوا في نقطه فنيه مهمه جدا انا بكلمك بقى بخبرات خارج الارض كنت شوف حضراتكم برضو عندكم خبرات كبيره انذار مؤمن انذار حسام عاشور دي الحاجات الفاولات اللي بتتحسب انا اللي فتتت فينا احنا بنتفرج احنا اتفتتنا واحنا قاعدين بالحاجات دي وبقينا على اللمسه بفاول انت شفت كام فاول اتحسب علينا 6 7 ورا بعض ثلاثة ورا بعض ناحية ال 18 الفاول تايم ده غير ثاني تايم انذارات على طول دايركت يعني بكلمك بجد يا شادي الاتحاد الافريقي لازم ما يبعتش لمصر دلوقتي حكام كاميرونيين لان مصر سبب رئيسي اتليست جنوب افريقي يعني اتليست جنوب افريقي انما ما تجيبليش حكم كاميروني دلوقتي انا طيرت الراجل بتاعهم
بل بقى له 50 سنه 1000 سنه بس ما بتتحسبش كده والله بتتحسبش كده. انا لو حد جه ناحيه واحد مصري عندي قال لك عيسى حياته وهو رئيس الاتحاد والقطن الكاميروني وهتيجي وتخسره وبصراحه ما حصلش. انا بقول اللي ليا وعليا بس للامانه. بس انت في الظروف دي وفي كلام ما تسيبش اللغط يبقى موجود او ما تسيبش الامور تهرب بقى دي بالظبط. واحنا قاعدين لو فضلت النتيجه واحد بكره علي معلول الناس قالت اصل الترجى عايزه اصل تونسي شوف ربك يعمل جون ويجيب جون. ما بص الكلام ايه بياخد ايه الناس قاعده تتكلم كاميروني وعيسى حياته. احنا في النتائج هنقول هنلاقي قنوات كتير قوي نتكلم فيها. انما اللي حدث وشفناه بالفعل امبارح ان هم اول هاف تايم دغدغونا نفسيا مع الحكم. لما كمان جت ضربه الجزاء دي انا بقى ضربه الجزاء دي اللي ادتني ايحاء ان احنا هنكسب. مع مطالبه العالم كله خلينا نتكلم كوره بقى بالتغيير. واللي قال صالح جمعه واللي قال اجايه ينزل كلنا بقى ابتدينا بقينا حسام البدري بقى عندنا 90 مليون حسام بدري امبارح وكلهم بيتفقوا لا هنعمل ايه صحيح. ما احنا عايزين الناس برضو تسمعنا دلوقتي وهم حاسين بينا يعني ما تفتح اي ميديا او تفتح اي حاجه كله تقرا كده اثناء الماتش عايزين تغيير صالح جمعه واجايه ينزلوا ما اعرفش وحسام البدري على رهن اللي عنده انذار جوه واللي عنده واحنا مزارين بالكلام ده ومعاك جاري بالكلام ده هو ويوفق حسام البدري في اجايه بصراحه ان هو ينزل وينقل الناحيه الشمال دي تبقى شكل وده حريه غريبه قوي لعلي معلول. انا عايز اقول على حاجه ناس كتير أن الواحد بيسمع استوديوهات وبيسمع تحليلات بس اللي انا هقوله دلوقتي انا للاسف ما شفتوش حد اتكلم فيه كتير. لما نيجي نتكلم على فرقه الترجي على سبيل المثال والهدفين اللي جم في النادي الاهلي كلهم من كور ثابته صح ولا مش صح؟ صح. لما كابتن حسام في التوقيت الاسبوع ده شفت التعامل بعد الاهلي بقى 2-1 وكميه الكرات الثابته اللي بتتحسب عليه تمركز بقى كويس قوي ده فيك لعبه انا مش فاهم اتحسبت ازاي بتاعت رامي ربيعه طلع باليد والراجل هو اللي يعني حط فاول عليه وحسبها على رامي ربيعه الضربات الركنيه والتعامل الدفاع واللي انت تعالج انت اي كره بتلعبها بالعرض تيت عليك لسه ما شفناش الكره انا اقصد ان انت تعالج بتعالج بتعالج الاسبوع التمركز عند الفريق المنافس والضعف اللي عندي في اسبوع واللي انا اقدر ابقى خلاص مسيطر والروح القتاليه بتاعت اللعيبه بس هو كابتن شادي انا بعد اذنك هي مش معالجه هي مش معالجه هي الاساس عندهم بس راحت منهم في الماتش اللي هنا شويه ورجعت تاني في الماتش ده يعني اصل عندهم في اسبوع كابتن حسام معلمهم التمركز الصح كويس بس انت النهارده في الاوف دي يعني انت حد يقول ان دي شريف اكرامي تخش فيه؟ لا مش في يومه جاب لنا في اخر دقيقه واحده طلعها ربنا يكرمك بقول لك احنا اتفضل كان واضح بالنسبه لنا ان اضعف حاجه اثنين الهاف باكات بتاعتهم دي في القلب الاثنين اللي في القلب دول وانت قلت لي الكلام ده قلت لك دول وحارس المرمى وحارس المرمى قلت لك دول احنا لم يختبروا خدت بالك الا في اول ربع ساعه عندنا هنا في مصر كنا نكسب 4 مهزوزين عندهم ثقه غير عاليه قوي وهم مش قد اللي بيعملوه ده بيغلطوا كتير قوي فعشان كده انا كنت بتمنى ان انا العب بازارو واجي من اول ماتش انا كمصري شوفك مني كلاعب كوره انا كريفنج ساعه وانا خارج من الماتش انا عايز دول الاعبهم من اول دقيقه واداك اتطور لما بقوا مع بعض وبعدين ده اللي حصل ده دايما احنا بنلعب تاني تايم او بنلعب على 40 دقيقه الثانيه هو ده اللي احنا بنبقى مهدفين بقى عايزين نبقى الثقه دي عندنا ان احنا النادي الاهلي بنلعب بالاسلوب بتاعنا ده واللعيبه اللي هي بتنطلق تاك 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 عندك لعيبه كبيره قوي عندها ثقه وليد سليمان ده امبارح كان رائع ملك رادس من قبل كده ودلوقتي وبعدين وعنده ثقه وبيجيب اجوال وبيشوط خلاص نبقى بنحافظ عليه بدنيا بنحافظ عليه جسمانيا بنوصله كابتن انت بتقول لي من شويه لعيبه عندها خبرات ولعيبه كبيره وعندها مسؤوليه علي معلول كان تعلق له المشانق من قبل الماتش ده انا اول واحد كنت معلق له المشانق كلنا ماشي شفت علي معلول الباك ليفت في الهدف الثاني بتاع هو فين؟ وينج رايت ده كانه باك رايت هو وينج رايت وهو زيد او وينج رايت هم لقوه في ايه اللي جابه هنا احنا مش عارفين ده مكان ميسي في الحته دي وايه اللي جابه؟ ايه اللي جابه؟ اللي جابه في الجون اللي جابه في المكان ده انا مش فاكر البلح هي دي الروح البلح الاحمر بقول لك الطمع في المباراه مع تامينك انت بحسام عاشور وسوليه خلاص بقى والكوره ماشيه معاك كده لازم نتكلم بقى ايه اب تو ديت يعني احنا رايحين دلوقتي على السيمي فاينل ربنا كرمنا وخدنا حقنا هناك في رادس احنا داخلين على السيمي فاينل فرقه رزله مش قد ترجي على فكره بس رزلين في نص ملعبهم وبيدافعوا وبتاع عندهم تكتلات يخطفوك بقى بكونتر اتاك مثلا ولا حاجه دي من الحوادث بقى تبقى الحاجات دي انما هم مش قد ترجي لا مش زي ترجي
عندهم بس حتة التكتيف واحترام المنافس ويجروك دايما للبطء في الأداء. صح. احنا عندنا السرعة في الأداء، كل ما احنا الباص بتاعتنا بتبقى سليمة وطول ما عندنا الثقة وحالتنا البدنية سليمة احنا بنقدر يبقى عندنا نتيجة طيبة جدا. انا خاف من حاجة، اتفضل. انا خاف ما كابتن شريف بيتكلم صح. أصعب انا بشوف اللي هو اصعب من لان الترجي داخل مع الاهلي ند ند، معلش النجم الساحلي هيعمل فرق ان الاهلي ده، لان بطولات الترجي قريبة شوية من بطولات النجم، عارف ان هو كده فهيلعب على كده، ودي ده الخوف. متفق معايا في اللي انا قلته، المباراة التانية خصوصا اللي انت قاعد بقى في تونس وقابلت الترجي، فريق محترم، فريق منظم جدا، خارج من موقع وسط ملعب من اقوى وسط ملعب في افريقيا. كوليبالي الافريقي ده، انا عايز اقول لك كابتن فوزي البنزرتي لما سحب اللاعب في وسط الملعب قلت كسبنا. برافو عليك يا كابتن. والله قلت كسبنا، يخرب بيتك انت بتعمل ايه؟ بس هو اتكلموا مع بعض على الخط قبلها يا شادي، وقال له انا شد معاه بنزرتي، ركب دماغه زي الجوهري زي ما انت بتقول. راح شده بره، قلت له رحت انا اعمل له كده، قلت لهم ده بيطلع احسن واحد عندهم في الملعب. كان عندهم واد هاف ليفت كمان بيلعب رجله الشمال كتير، ده مستقبل. طب هرجع اكلمك رؤيه الكابتن حسام في المباراه بقى الفنيه، او نتكلم كوره. بس قبل ما اسالك كابتن محمد عبد الجليل، طبعا برحب بالعريس من وجهه نظري مدير فني كبير بالارقام اللي انا قلت عليها في بدايه الحلقه، راهنا عليه وهو وعدنا في اخر مكالمه معانا قبل المباراه اللي هو بيراهن على فوز النادي الاهلي، وعنده ثقه في لعيبته وعنده ثقه في جمهوره. معانا على الهاتف عريس المباراة، لكن إن شاء الله في النهاية يبقى عريس البطولة إن شاء الله. إن شاء الله المدير الفني للنادي الأهلي المحترم الكابتن حسام البدري. كابتن حسام برحب بحضرتك. كابتن شادي، كابتن شريف، محمد عبد الجليل، كابتن لا كابتن، هو عايز حد تاني يا كابتن حسام؟ هو مش كفايه انا ولا ايه؟ مش كفايه عليك انا ولا ايه؟ يا اخي انا مبسوط ان انت معايا على الخط. اتفضل يا كابتن. انا مبسوط. انا لقيت عليك عملت العريس، عريس جديد كده. لا ما مش هتكلم بقى، صوته راح. انا عايز اقول لك على حاجه، اول ما حضرتك دخلت على التليفون الابتسامه عند الاثنين ضيوف، بس الكابتن شريف انا عارف اللي هو صديق العمر كان سعيد قوي ومبسوط. انا مش عارف ابارك لك بقى، ربنا بعتني النهارده عشان ابارك لك. كابتن حسام عايز اكلم حضرتك في بعض النقاط، لكن الاهم من كل ده خلينا اديك حقك مره ثانيه على بيتك او شاشه قناه النادي الاهلي، بالطبع هي بيتك كابتن حسام. اداء مشرف، لعيبه بتحملوا المسؤوليه، الواضح وانا بتفرج على المباراه اللي كان فيه دوافع المدير الفني خلقها للعيبه، الاستراتيجيه بتاعت المباراه اول 10 دقائق وترجع كمان. عايز اعرف منك في الكواليس، عرفت اللي انت عملت تدريبتين الصبح كده ومحدش كان عارف عنهم حاجه، الحاجات دي مهمه للتاريخ يا كابتن حسام، عشان الموقف اللي النادي الاهلي يبقى خسران ويرجع للمباراه ده موقف تاريخي جدا جدا اكيد اتحفر للعيبه ولحضرتك في تاريخ النادي الاهلي يا كابتن حسام. طبعا ازاي نشكر ربنا واحمد ربنا طبعا على التوفيق، احنا حطينا في الدوري طبعا خطوه مهمه جدا مش بره افريقيا بس سامحني كنت احنا اتفرجنا طبعا نحاول نعلي صوت الكابتن حسام كده، عايزين اسئله مهمه ومهم جدا للكابتن حسام يبقى معانا. نحاول نجيب الكابتن حسام، حضرتك معانا على الهواء؟ صوت بيقطع. لو حضرتك سامعني كابتن حسام لو تتحرك شمال او يمين كده ممكن. سامعك. اتفضل يا كابتن حسام. طب اقول طبعا يمكن لقاءنا احنا والترجي صعب طبعا جدا، لان بالاحتفالات المنطقه كده الاهلي والترجي اعتقد هو دي الحقيقه هم الافضل على مستوى القاره دلوقتي، وانا قلت يمكن ده نهائي دلوقتي هو طبعا مش نهائي حاسم فاهم كره فعلا، ان هيوصل هنا هيبقى عنده خطه كبيره جدا، لكن بيت هيبقى قدامه طبعا خطوتين صعبين يعني، فالحمد لله يعني انا بشكر اللعيبه على اصرارها، وفي نفس الوقت نتيجه المباراه الاولى بالرغم ان احنا متعدين 2-2 نتيجه لا تعبر على خير المباراه الاولى في قرب العرب، لكن انا كان عندي ثقه كبيره جدا في الله وعندي ثقه في اللعيبه هي ان شاء الله تقدر تتخطى الموت ده، ومشكله مباراه الامس كانت مباراه يعني احنا متقسمينها، كان مهم جدا في بدايه المباراه احنا نتعامل
بشكل ضابط، وفي نفس الوقت لابد كان يبقى في تاثير على فرقه الترجي. هي مش بتقدر تخاطر في بدايه المباراه وتوتر او تصدر في توتر، ده فعلا حصل يمكن في خلال الربع ساعه الاولى. يمكن بعد كده برضه الاداء اتغير، وده شيء طبعا وارد، اكيد فريق الترجي برضه فريق كبير وعلى ملعبه. الشوط الثاني اللي كان طبعا تغييرات بشكل اللعب كانت مهمه جدا. يمكن اللي اتقال في الشوطين احنا مش هنلعب بنفس الشكل الضاغط، مش حاضر قدام، ولا ان ما اقدرش اعمل ضغط على مدار 90 دقيقه قدام. ده هيختلف طبعا القوه البدنيه بتاعت اللعيبه. في نفس الوقت ما جاش من الهدف، كان لابد ان انا افكر ان انا اخلق مساحات في خط ظهر خاص بالترجي حتى فوقهم، فقمت الضغط شويه، قلت اللعيبه هتسمح لفرقه الترجي ان هي تخش نص ملعبنا. طبعا مع تمركزنا الجيد وعدم وجود اتحاد، لكن لابد نشتغل بالشكل ان احنا نقدر نستخدم كيف اجناب عن طريق فتح وعن طريق علي، وكنت نزلت اجاي وغيرت طريقه اللعب في 4 1 3 2 اجاي فريق اجار جنب بعض، ثلاثه في نص الملعب تحتيهم، وفي نفس الوقت هشتغل من اجناب برضه. اتعملت طبعا الحمد لله زي ما اتشرحت بين الشوطين، اتعملت بشكل كويس فعلا، كانت عن طريق اجناب هدفين بالشكل ده، برضه عن طريق عمق كان ممكن يبقى فيه هدف ثالث كمان، وادائنا كان افضل بكتير في الشوط الثاني. واحد بدنيه برضه انيس الشعلاني عامل شغل جامد قوي كابتن. تهلكنا عنصر بدني الشوط الاولاني نتيجه الضغط، بقول لك التقدم اللي احنا عملناه، لكن شفنا برضه نهايه المباراه الناحيه البدنيه والناحيه الفنيه افضل. فبشكر اللعيبه على ادائها وتنفيذها واصرارها والتزامها، كان طبعا السبب الرئيسي بعد ربنا في الفوز. مره ثانيه وثالثه ومليون الف الف مبروك كابتن حسام، فوز مهم جدا، فوز تاريخي للنادي الاهلي. وكنا بنقول المستحيل ليس اهلاوي، بنراهن عليك وعلى ادائك وعلى حبك واخلاصك للنادي الاهلي طول الوقت انت ولاعيبتك كابتن حسام. الحاجه اللي انا عايز اعرفها من حضرتك النهارده، خلاص اتحدد اللي انت هتقابل النجم الساحلي، شايف المباراه ازاي يا كابتن حسام؟ مباراه صعبه طبعا، يعني خلينا نقول مجرد ان احنا بنقول دور تخطيطها قدام الترجي دور صعب جدا، لكن من الاصعب هو فاينل، اكيد هيبقى اصعب طبعا. ان شاء الله زي ما قلت برضه ثم شوطين، الشوط الاولاني ان شاء الله هيبقى على ملعب شوفه، الشوط الثاني ان شاء الله هيبقى في مصر على استاد برج العرب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله كل تركيزنا وتركيزنا المباراه الجايه هنا نعمل نتيجه ان شاء الله تساعدنا ان شاء الله ان شاء الله مباراه العرب. كابتن اخبار سعد سمير ووليد ازار ووليد سليمان ايه الثلاثه كابتن؟ لا الحمد لله النهارده في تمرين، وسعد افضل كتير في التمرين بتاع النهارده. وليد ازار مفيش كان امبارح كان بس كلام بالنسبه لوليد سليمان، كان بس الحمد لله وفاز كويس. كابتن حسام بعد المباراه او النهارده المدير الفني حسام البدري قال للاعيبته ايه؟ لان النهارده بعد مباراه ونشوه فرحه مهم جدا المدير الفني يتدخل عشان احنا ما خدناش البطوله، قلت لعيبتك ايه النهارده كابتن حسام؟ تقول الصفحه. لا النهارده طبعا كان في يعني جزء جدا هو الريكفري الخاص لعيبه اللي كانت لعبت امبارح، لعيبه ما اتشتتش، كان عندها تمرين النهارده وعملت قد تمرين كويس، لسه ما كانتش خالص عن المباراه، لسه ان شاء الله هيبقى في تمرين صباحي. وبعدين هيبقى في جوله حره للعيبه طبعا، يعني تقريبا هنقعد اسبوع هنا، وبعدين هيبتدي الضغط تاني، يعني انا بدي 48 ساعه عاوز ابعد الضغط عنه خالص بتاع الفتره اللي فاتت، مش هنتكلم في اي حاجه. بكره باذن الله بعد تمرين الصبح وبعد الجوله الحره هيبتدي الضغط تاني، حضرات تاني اليوميه، بعدين بكره في فتره السجن الضغط اللي كانوا موجودين عليه على حتى ما فيش ساعات الكلام اللي هيتقال الخاص بمباراه النجم الساحلي، في نفس الوقت ما يبقاش فيه ستريس طبعا في ملل. كابتن حسام هذكر نفسك وذكر نفسي بحاجه حضرتك عملتها، وفاكر اسلام المشجع فاكره يا كابتن حسام؟ اه طبعا فاكره،
خلي بالك دي بتتوقع ان افضل موجود على السنه الثالثه. الصوره دي راحت من دماغي، انا عرضتها النهارده وهفضل اعرضها لحضرتك لغايه ما ناخد البطوله. موجوده في يعني على معناها الله يشهد. يا رب ان شاء الله ده يعني الحاجات اللي انا اتمنى ان شاء الله باذن الله اوصل لحاجه كده واجتهاد ان شاء الله. كمان مهم جدا الدور النفسي مع اللعيبه، لان عندنا في مصر هنا خلينا نقول الحقيقه مع الكابتن حسام في وجوده، احنا شفنا الكلام ده واحنا بنلعب، اللعيبه كانت مهيئه نفسيا ودي حاجه تحترم في المدير الفني، معناها اللي هو هيئ اللعيبه بشكل كويس، ودي مشكلتنا في مصر، المدير الفني بيلعب ادوار المفروض يركز فنيا بتاعته، لكن في مصر هنا انت بتعمل كل حاجه. كابتن شريف عايز يسال حضرتك، اتفضل يا كابتن شريف. لا انا مش عايز اسالك، انا عايز اقول لك مبروك على تحررك للعيبة في الملعب، اللعيبة بتلعب بثقة الجهاز الفني وثقته فيك، وانت مدي كل واحد حقه في امكانياته، فالتحول الغريب والرهيب والكبير في جميع اللاعبين الحقيقة جوه الملعب بعد الغبن اللي احنا بنشوفه من الحكم هنا في مصر او هناك، التوتر النفسي اللي بيحصل لنا داخل وخارج الملعب، انت كنت واقف بثبات كبير قوي. انا بشكرك وبشكر اللاعبين على تحولهم وتحررهم وثقتك فيهم، لان كانش عندنا بعد الهدف غير ان احنا نثبت ان احنا لعيبه قد اللعيبه اللي احنا بنلعبها 10 مرات، وده اللي قلناه يا حسام قبل المباراه على طول، كنا هنا في قناه الاهلي وقلنا انزلوا متعوا نفسكم، العبوا بامكانياتكم، هتكونوا افضل ان شاء الله، لان انتوا اتظلمتوا هنا وربنا هو العادل وهيديكوا حقكم هناك في رد. مبروك يا حسام وعقبال الماتش الجاي، واطمع دايما في المباراه واهجم ولا يهمك، انت فريق ما شاء الله الله اكبر، وانتوا كلكم على مستوى وقدر كبير قوي من المسؤوليه هنا وهناك، واحنا عندنا امل كبير فيك انك ترجع لنا كسبان من تونس ان شاء الله، نتيجه طيبه بس برضه كسبان من تونس ان شاء الله. اشكرك يا شريف طبعا، اشكرك على وعيك وتطرقك، انت بتقول انها بتكون مهمه جدا تكون ان انت حط الضغط زي ضغط المباراه زي عن الكلاعب والواجبات المفروض عليه في تحقيق نتيجه المباراه، حط تحت ضغط كبير جدا وهو في الملعب، حكم طبعا مش موجود معاه قرارات بالضبط، بيبقى ضغط ثاني على اللعيبه. بشكرك يعني نقطه فيها وعي كبير جدا منك، طبعا دي فيها تاهيل اللعيبه في تعليمات اللعيبه، يعني لعيبه طبعا عندها خبرات لابد برضه في وعي مننا وتحذير لما ممكن يحصل في الملعب، طبعا ثلاثه توقعه تطبيق فني، والحمد لله اللعيبه كانت بتلعب. كابتن محمد عبد الجليل مع حضرتك، اتفضل. كابتن حسام معاك محمد عبد الجليل. يا كابتن الف مبروك وبشكرك، والله يخليك يا كابتن، وبشكرك على ثباتك، وانت بقالك 4 شهور تحت ضغط فظيع يا كابتن حسام بجد، يعني ما بين دوري وكاس وبطوله عربيه دخلت كده في الحسبان، وماتش ترجي او ماتشين زي ما حضرتك قلت، فعلا زي ما انت قلت الماتش هيتحسم في رادس. انا بشكرك على ثباتك الانفعالي بجد يا كابتن، وعلى اعصابك، وناس كتير هاجمتك وناس كتير شكرتك، وبرغم كده بتأدي بجد، ربنا يكرمك وتفضل كده يا كابتن حسام بجد من قلبي يعني. ان شاء الله. الله يخليك يا معلم، بشكرك محمد، وان شاء الله باذن الله يعني لينا كلنا، لان كل واحد له دور، صح، دور واحنا لينا دور في ضد خارج الملعب، واحنا كنا خارج الملعب، لكن انا طبعا بشكركم فعلا قدوه لابناء النادي الاهلي، حتى في كلامكم طبعا في وعي، وبشكركم. كابتن اخيرا جماهير النادي الاهلي اللي راحت التتش وهتفت باسم الكابتن حسام البدري وهتفت باسم اللعيبه وقدمت الدعم والمسانده، وكمان سافرت وراك مجموعه من الجماهير 150 200 واحد صوتهم كان وصل لنا. انا عاوز اقول ان انا اتفاجئت بسبب والله انا اتفاجئت اول لما حد اتصفر، انا رايح رجع على 600 400 اه هو مفيش مصريين في تونس طبعا، بس واحد والله في العظمه الحقيقيه، انا طبعا عاوز اشكرهم، عاوز اشرح معاهم، عاوز اقول لهم انا متشكر المجموعه اللي جت بس جماهير النادي الاهلي، لان فاكر جت لنا استاذ بيتش قبل ما نيجي الجيل، لان فاكر كانت موجوده بره مع بيتش ملايين، انا طبعا حاسس بيهم، بشكر جماهير النادي الاهلي وبحمد ربنا انا يعني عملنا خطوه امبارح بالراحه، ان
شاء الله نعمل الخطوه الاكبر من التعارف والتنسيق والتنسيق والتنسيق. ده احنا كل اللي احنا بنعمله نادي اهلي مسؤولين اداره الكلام ده كله عشان نفعل جماهيرنا. كابتن حسام انا بشكرك شكرا جزيلا، رفعتوا راسنا، مستنيين منك لسه كتير، وانا عارف الطموح اللي جواك والاصرار والعزيمه واخلاصك لجماهير النادي الاهلي دي موجوده فيك كابن من ابناء النادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا وربنا يوفقك وتضع التشكيله المناسبه لمباراه النجم ان شاء الله. بشكرك كابتن حسام شكرا جزيلا، كلامه مهم جدا، شخصيه محترمه اللي عاشر كابتن حسام يعرف معدن الراجل ده قد ايه اهلاوي قد ايه بيحب البطولات وطماع في البطولات. انت عارف حسام، اولا حسام لعب معايا انا وكان هو 14 سنه وانا كنت تحت 16 سنه، هو كان لعب مع طارق بوزيد. فبعدين طلع ابجريد بقى معايا وكان من ده وكان لعب معايا في المنتخب في النادي الاهلي، بس حسام كان بيلعب بليبرو ما كانش بيلعب باك رايت. لغايه انا ما خلصت على محمد صلاح فجبت حسام باك رايت فبقى باك رايت منتخب مصر. الجميل ان حسام تحس بيه في الملعب عسكري. سولدر يعني بتلعب وراك عسكري ما بيهزرش. المغرب سموه جزار، سموه في جزار في المغرب ده ما بيهزرش. وقد ايه جود ليسننج يعني بيسمع معايا. كان انا كنت ساعات مصطفى عبده ما بيلعبش انا بلعب وينج رايت، فقول له حسام لما انا اخش جوه اطلع انت بره ورايا تبقى انت الوينج رايت حدها لك من غير ما ابص. حسام لازم الاقيك يروح لعبها بالعرض. كسبنا خمسه في البطوله اللي خدناها 82 دي، كسبنا تنزانيا خمسه في مصر في الدور الثمانيه. ف هي دي شخصية حسام بدري. شخصية ثابتة، عارف حدودها كويس قوي، ما عندوش حتة تقدر تخرج معاه يهزر ويعمل كل حاجة، بس في حدود في كل شيء. ما شاء الله بقى مدرب كمان، حاجة تفرح طبعا. أكيد على أكيد. مستوى أنا عايز منه بس حاجة واحدة، اطمع في النجم الساحلي. وأنت قلت له كده من شوية، واهجم على النجم الساحلي. يمكن هو بيتفرج علينا دلوقتي، اهجم بنفس ال 40 دقيقة اللي لعبت بيهم تاني تايم بتوع الترجي، هما دول اللي هيريحوك في مصر. حاول تخلص إن شاء الله، وهم أصلاً قلقانين منك. استغل دي، استغل الثقة اللي عندك دلوقتي وثقافة إن هما متوترين من النادي الأهلي إنه كسب أحسن فرقة عندهم. والنقطة اللي أنت قلتها بدنياً. بدنياً أنيس وأبو العيلة برضه عشان ما نغفلش. 100% أنا متفق مع دي، الفريق واقف على حلو بدنياً. طبعاً. الدقيقة 87 رايح انفراد. لو الكرة دي جت لأزارو الشوط الأول وهو لسه بنفسه كان رقص الجون كويس وحطها، بس هو المشكلة إن هو أزارو 87 دقيقة بيجري لوحده. هو اللي عمل. أنت لو ركزت على الجون الثاني، الجون الأولاني بتاعنا معلول، أزارو كان هيلحقها بس عدت منه فما رضاش يعملها بدماغه لأنه شايف من وراه معلول حطها. أنت لو جابت الإعادة لو لاحظت هتلاقيه وطى. هو أزارو صغير في السن لسه يا شادي، ها؟ بس صغير وبس سريع وكل حاجه. عايز 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 يعني كتر الحاجات اللي بيضيعها وبيتروح والمواقف اللي بتحصل جه اكيد هيتعدل بقى على الصح بعد كده. اللي فاتوا ممكن يحققه في الماتشات اللي جايه باذن الله. حد لعب جنبه كابتن، وهو لما بيلعب اجاييه بيريحه. بالظبط الكابتن عبد الجليل لما قلت للكابتن حسام الجماهير لما دخلوا تيتش قبل المباراه، خدت بالك من النفس اللي اخده؟ انا جسمي اشعر لان انت ما انا عارف الجمهور بيعمل ايه في استاد التتش بعد اي ماتش فوز او هزيمه حتى او تعادل. برضه الجمهور بصراحه مشادي اكثر من رائع، المسانده والدعم. شادي الباب اتفتح يا شادي، انا بحب الـ الفرقه ورايح. انا كان نفسي العب ايام الجمهور ده. ايه انت لعبت ايام الجمهور؟ لا انا الجمهور ما بيتغيرش. لا بس عايز اقول لك لا دول فاهمين. لا دول عمرهم ما شتموا لعيبه يا كابتن. دول شركاء دلوقتي. دولت بينزلوا انت مغلوب بينزلوا بيشجعوك يا كابتن. لا انت كان نفسك قصدك على حكايه درجه ثالثه اللي هي بنهد جبال. لا دي بتقعدك انت كان نفسك في دي. انا عجبتني الجمله اللي قالها بصراحه، قال لك كان نفسي ايه العب في الجيل دوت بتاع المشجعين دولت بجد. لا ده كلنا مش انت بس. يعني انت تعرف انا قلت في البدايه، اتفرجت على بدايه الحلقه بصراحه كان عمرو قاعد معايا قاعد يرغي، وانت عارف عمرو ازاي فمكنتش بسمع. انا شفت انا الواحد اول مره بطل بالي ست، اول مره اتمنى البس تلعب. بقول لك انا خارج من ماتش برج العرب عايز العب الماتش بكره، وروحنا وقفنا في واحد عمر وجاي قاعد اتصل. كنت قاعد انت قريب من الجبال، انا شفتك وعمال تشجع. انا وهاني الشريف جون الاهلي القديم يعني، وهاني اول ما خرج قال لي هنكسب الفرقه دي 2-1 هناك. قلت له يا عم نكسبهم 1-0 في اخر 3 دقايق ونخلص زي كل مره. طيب عايز اعرض لحضراتكم دلوقتي كواليس حصلت امبارح من الشارع. الكاميرا الكوره والجماهير كانت موجوده، نروح نشوف
جماهير النادي الاهلي اللي كان عندها يقين وثقه ان الاهلي هيكسب، ودايما هم بيراهنوا على ده، ودايما عندهم يقين اكتر. كمان ممكن تلاقي في لعيبه ممكن يبقى خايف بحكم اللي هو فني، عارف اللي فيه فروق، لكن اللي يراهن على جماهير الاهلي دايما يكسب. نروح نشوف تقرير مع جماهير النادي الاهلي ونرجع نكمل حوارنا مع نجوم النهارده الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد عبد الجليل. الف مبروك وعقبال كل بطوله، والاهلي طبعا معروف عالميا وعالميا العالم كله، والحمد لله على النتيجه. انا بقول للاهلي طول عمره مشرفنا في تونس، دايما الاهلي بياخد البطولات من قلب تونس من ايام محمد ابو تريكه 2006. النادي الاهلي الملعب الثاني بتاعه مختار التتش هو رادس، احنا بناخد صيادين البطولات في اي حته. احنا عملنا ماتش كويس، لعبنا بتكتيك كويس، حسام البدري قدر يقفل. احنا اتغلبنا، كنا مغلوبين 1-0 طالعين الشوط الاولاني 1-0، بس كان عندنا ثقه في اللعيبه وفي الجهاز الفني اللي احنا هنكسب. جماهير نادي الاهلي كلها فرحانه بالفوز الكبير ده، وعقبال منتخب مصر ما يدخل كاس العالم. اول حاجه مبروك للاهلي، تاني حاجة الأهلي بيكسب في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان، ده الطبيعي بتاع النادي الأهلي. أنا قاعد والله بتفرج على الماتش ماسك الترومبيطة ومتأكد إن أنا هفرح، لو مش متأكد من فرقتي مش هروح أجيب ترومبيطة، مش هعمل كل المهرجانات دي عشان أنا عارف إن أنت هتخسر، لكن الحمد لله عشان أنا واثق وعندي يقين بإن الله الحمد لله إن أنا بقيت هتكسب الماتش وهنصعد بإذن الله دور الأربعة. أنتوا لعيبة رجالة والله أكبر عليكم، من أول شريف الكرامي لغاية أجايف الشتين، الحمد لله الحمد لله إحنا كسبنا الماتش الحمد لله. نشكر كابتن حسام بدر على التغييرات اللي عملها، الحمد لله اللي احنا صعدنا، وان شاء الله نقابل النجم ونعمل ماتش كويس وناخد البطوله ان شاء الله. فرقه النادي الاهلي طول عمرها كبيره وطول عمرها مشرفانا، فاحنا واثقين في الفوز، ويا ريت على طول نلعب في رادس عشان نكسب على طول، يعني مش عايزين نلعب في مصر وبعد كده نلعب على طول في رادس. افريقيا بيت ناديكم، عن تسعه يا اهلي، التسعه يا اهلي، رجاله رجاله رجاله، الله اكبر عليكم ويحفظكم يا رب. نجم الماتش من وجهه نظرك حسام البدري، النادي الاهلي يلعب في اي حته ويلعب في لاخر ثانيه، وباذن الله افريقيا للاهلي. برحب بحضراتكم من جديد، ولاحظنا حاجة أنا وضيوفي في الاستوديو، أخدتوا بالكم من تقرير الجماهير اللي هم مهلوية جدعان وبيقفوا جنب ناديهم وشايفين قد إيه اللي الأهلي هيكسب، هم يقين وأنتوا سمعتوا الكلام. بس ضيوفي لاحظوا حاجة جميلة قوي، قال لك كأنهم لعبوا المباراة، بص على الوشوش. اه لا اللي عرقان اللي تعبان اللي بينهج اللي ما هو بيلعب معاه، والتسديد كان بعد المباراة. هو كابتن لماح أنت جلجل، الجمهور بقى قاعد كابتن بص ناحيه اليمين بص ناحيه الشمال ما بيسكتوش، يعني انت فاهم، بالذات الجماهير الدرجه الثالثه دي اللي الواحد بيعشقها دي، هم دولت نبض الكوره بجد. خلينا نقول ان الاهلي بقى صاحب السعاده في في الكوره في مصر وفي الوطن العربي الحقيقه وفي افريقيا بقى معاه التأشيرة. حلو، صاحب السعاده بقى معاه التأشيرة حقيقه، تأشيره السعاده بقت مع الاهلي، بقت الزمالكاويه كمان بقوا معانا، وعمرو اديب شكله انت شفت استاذ عمرو النهارده هو قال لك احسن من وزير النقل، ولا قال لك ايه مش فاكر قال ايه كان على حاجه وزاره النقل، قال لك الاهلي احسن وزاره المواصلات، وزاره المواصلات بقى حاجه ما شاء الله. فيا رب يسعد الناس دايما بمكسب النادي الاهلي، يمكن ربنا يمكن حط للناس دي النادي الاهلي هو في الايام اللي احنا بنعدي فيها دي هو اللي بيدي البهجه وهو اللي بيدي البسمه هو اللي بيدي الامل. بطوله لمصر عن طريق النادي الاهلي حاجه جميله، او عن طريق اي نادي، انما يعني خمسة وخميسة بقى خدت بالك لغاية ما نعدي الماتش اللي جاي ده ولينا حوار تاني آخر بإذن الله عند الفاينل. المشكلة إن الفرق أسبوع واحد، فرق كام أي كام يوم بس. تعال نتكلم في الفنيات، عندك لعيب كويس اسمه هشام محمد كسبناه في الماتش اللي فاتت كام دقيقة اللي لعبهم دول. أقول لك على حاجة، واحد من اللعيبة من قبل ما يلعب أنا براهن عليه، أولا من أبناء النادي الأهلي
ويعلم تماما يعني ايه المركز الثاني زي الاخير. رقم اتنين نزوله يعني سبحان الله لعب واحده يعني حظه وحش. هشام لعب معانا 3 سنين في المقاصه كويس انه خد السكه يا شادي بقى في الملعب. هشام محمد بقى له 3 سنين معانا في المقاصه كابتن اخلاق. الكابتن عبد الجليل بقى هو اللي يكلمنا عنه الوقت اللي قدر يعني كويس ان انا نكشلك الحته دي. هشام محمد ده ابن من ابناء النادي الاهلي وحصلت له اصابه في الركبه بعدته في الركبه وبعدين جالنا المقاصه وبعدين جاله برده حاجه اصابه ثانيه وكافح وفنش مع ايهاب جلال حاجه تحفه في المقاصه. هيستفيد منه كابتن حسام فنيا جدا بدليل ان هو ما ينزله في اخر وبيلعب ايه ديفندر ديفندر هاف ديفندر يعني يعني زي حسام انيستا زي سوليه انيستا انيستا اللي هو مش غشيم بيقطع الكره كورته حلوه وبيرقص وبيعدي وبيجيب جوان وبيسدد ليه اهداف بس الدولة. بيقطع الكوره يعني زي انيستا مجهود يعني لا ودماغ كان نفسي كمان الولد اللي جه لافريقيا ده يعني مين كان يبقى مقايض في افريقيا ده حته لعب كوره في مصر حكايه ثانيه ده مبروك علينا باذن الله جنوب افريقيا اشول هو يا خرابي لا لعيب انت هتسعد بيه كان في مباراه وديه في ماتش الجونه اللي كان هنا ماتش الجونه لا هنا على الهوا شفت كابتن شوف عايز اسالك حاجه من غير ما نشوفه ويقول لك السي دي ومش عارف ايه حضرتك كان جون كوره من اول لمسه تقدر تقول اللعيب ده مبدع ولا لا لا بس انا شفت السي دي بس لما شفت الماتش بتاع الجونه كنت بحلل الماتش هنا ركب السي دي على الماتش هو اللعيب هو الستايل سبرنتر سريع جدا بيه بالكوة. ده بيعدي من 1-2 و3 عنده ثقه الكلمه اللي انت فاكرها انت دي ايوه فاكر عبد الجليل عبد الجليل وهو صغير كنت اجري وراه واقول له عدي مالكش دعوه روح ويجيب ماتش ويروح واخدها فريست تايم في الاهلي والزمالك اي حاجه تيجي في دماغك يعملها انا فاكرها لك ملعب كليه حربيه العرب كليه حربيه صدق صح ده انت ناسي انا اللي طبعا اتلعبت صح الولد ده عنده ثقه انه بيعدي 1-2 و3 و4 وعنده سريع سرعه ومتعب كمان عمل له واحده بكعبه كده 1-2 عالميه راح تاك بطن رجله عارف ازاي بيحط الكره فين بس ده زياده حلو ده البلس عن ازارو يعني شايف وعارف وصغير في السن وزي ما يكون عنده خبره يعني على الجول بتاع 7-8 سنين على الجول يعني عدي ويروح على الجول انا عايز اقول لك على حاجه اول لمسه ليه اخذ الكوره استلمها حطها لمتعب سهلها له بكعبه راح جاي حطها ربنا انت بتسال ان بتعرف اللعيب ازاي من اول لمسه انا حصلت معايا انا وطارق مصطفى البعزيف والدته كنا مع طارق يحيى فجالنا يايا ابراهيم توريه الله يرحمه كان ده اخو يايا توريه بتاع كوت ديفوار فاحنا ما كناش شفناه خالص بيلعب ده وحش ما احنا بس ما انا كنت قابلتكم في الاكاديميه فخدنا الصبح قال لي انت وطارق طارق قال ايه مرنوه بدني شويه وكده وبتاع فطارق مصطفى قال لي انا عايز اعرف طارق برده كان صايع برده قال انا عايز اعرف الواد ده بيعرف يلعب كوره فراح واخد الكوره ما احنا المفروض هنجريه بس فراح بقول له طارق احنا هنجريه بس تاخد الكوره دي ليه؟ قال انا بس هشوف حاجه كده فراح ايه قعدنا ننط انا وطارق ورحنا هدفناها له مره واحده فاستلمها بطريقه يا شادي وحش انا شادي استلمها بطريقه انا قلت له ده لعيب عليه قوي يا طارق من الاستلام بتاعه وفجاه راح عامل كده وراح عملها لنا ووشه الناحيه الثانيه قلت له قال انت منهم كان الله يرحمه كان وحش فعلا زي ما هو ده اخويا توريه توفى اخويا توريه لعب في المقصه وكان سريع جدا وهداف لا كان بيجري الفرق وراه لعب عشان كده بنقول ايه بقى الولد ده من اول لمسه بيبان من اول لمسه بيبان ده هيعرف ده هيعمل ايه ده هيخلي جميع الناس اللي بتلعب في ناحيه اليمين دي تظبط نفسها منافسه ده هيطفش وليد سليمان من ناحيه اليمين هيعيبه ناحيه وصالح جمعه هيعيب هيخلي اللعيبه دي طب انا عايز اقول لكم على حاجه ونتكلم فيها بصراحه احنا اتكلمنا على اسلوب لعبه ورجوله وسمات النادي الاهلي وكل ده موجود شوف انت قلت ايه اللعيب ده هيخاف واللعيب ده هيخاف عارف لا هيركز بقى اكتر ويحافظ على رجله وتتكلم في باقه ده وتتكلم في حمودي وتتكلم في احمد الشيخ وليد سليمان في وليد سليمان وبتتكلم في اجاي محمد انت عندك ميدو جابر لما بتيجي لما بتيجي تحط التيم وانت عارف كده كويس قوي بتلاقي 2-3 وقعوا عندك مصابين واثنين موقوفين زي الانذارات اللي احنا بناخدها فجاه دي والحاجات اللي بتمشي على البال احنا بنبقى وتلاقي انا قبل اروح الماتش ممكن يجي لي شد وانا لا الماتش اللي فات احنا من غير مساك على الدكه احنا ما عندناش على الدكه مساك فانت شوف بتعد قد ايه
هشام محمد ده ممكن يلعب ورا، السوليه ده ممكن يلعب مساك. يلعب مساك، بس هو كان يعني في دماغه ان احمد فتحي هو اللي يخش. انت بتبقى عندك، بس انا شايف ان عمرو السوليه الاقرب. لا لو في اي مشكله ممتاز زي كده لعيب جامد قوي شادي. خلي بالك الناس دايما عايزه اللمحه الفنيه، مش فاهمين اللي فيه وقت الروح في مباراه، مباراه لعيبه الروح والقتال. عمرو وحسام عاشور امبارح هو ناقص واحد، كانوا بيجروا في وسط الملعب كتير جدا، هو ناقص واحد يجي كمان ويبقى كده تمام قوي. مين برضه؟ من اسماعيلي متولي. لا انا نقول ليه مكان اختلف متولي بيلعب فين؟ لا مساك. انا اقولها على شاشه الاهلي، هو ده عارفه. انا في لعيب في وادي دجله اسمه محمد هلال، انا بشوف اللي ده لاعب النادي الاهلي. انت بتتكلم على الحريف ده. نطلع بقى يقول لي عارف بقى، ما حدش عارف يمسك عننا حاجه، يقول لك ازاي يقول مش عارف ايه على شاشه. احنا بنكتم وبنمضي في الاوض. طيب انا عايز ادردش معاكم، بس مهم جدا فريق العمل. عايزين الساده المشاهدين يشاركوا معانا في الحلقه ويدخلوا معانا، اللي حابب يقول اي حاجه، اللي حابب بيتكلم في اي حاجه، ده مهم جدا يا جماعه. كابتن عبد الجليل، مش عايز اخرج عن فكره الجماهير، وبتكلم عشان نديهم حقهم، مسانده، دعم، بيسافر ورا فرقته، مفيش مشكله واحده. لا ومباراه العوده هنا من بدري نقول للناس ونصحصح الناس، عايزين جمهورنا يبقوا موجودين معانا. والكابتن شريف كان ليه جمله هو يعلق عليها بعد شويه، ما شاف استاد القاهره قال لك ما نفتح بقى استاد القاهره ومقفول ليه كل ده؟ اتفضل كده. والله انا بايد يا كابتن. الجمهور الواحد بيسمع حسه في التمرين بيقشعر، اذا كان في الملعب هم بيأذوا عيني من التلفزيون ومن بره، شفت وشوش الناس ازاي. ما بالك دول لو في الملعب زي زمان. ما هو جوزيه البطولات دي خدها برضو، انتوا كنتوا جامدين يا شادي. بس اللي كان مقويكوا قوي الجمهور. اي فرقه بتيجي هنا صح. في وسط ال 100,000 دولت والدخله، احنا كنا بنستنى الدخله بتاعت بصراحه استاد القاهره مرعب. استاد القاهره خدنا فيه البطوله الافريقيه اللي هنا دي، زرعت استاد القاهره دلوقتي كابتن في وسط بلد. لا خلينا نتكلم كبرضو امن، واحنا لسه خلاص يا عم في بتاع انفاق هناك. لا 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 ده انا ممكن اقفل الحته دي، ده في بيبنوا انفاق، بيبنوا مترو انفاق ده ممكن الحته دي تتقفل ومحدش يعدي فيها عربيته ولا حاجه، والناس تيجي تتمشى زي ما احنا بنتمشى كنا في كابتن. خلينا نتكلم كلام واقعي، ما الناس كانت بتدخل والدنيا ماشيه ولا في ده بالعكس، وكان في ممرات بتتعمل عشان يبقى في النظام. رجع الممرات دي اللي انت بتوجه منها الجماهير لو انت عايز حل، وقول 15 في الدوري 10,000 في الدوري، لكن مفيش ده كله هتنزل. انا عايز اقول لك انا كنت بنزل ماتش الاستاد ده، في ماتش مهم بال 90,000 اللي احنا كانوا بيقولوا لنا، مش هتكلم على 100، بال 90 او 80,000 اللي بيجوا دول، كنت انا صاحب الليله. انا مش شايف اللعيبه اللي انا بلعبها. انا كنت جمهور. انا شايف جمهوري وارضي وكورتي وملعبي، مش شايف غير ان انا رايح اللعيب، مش شايفك، شايف الجمهور، شايف والتانيين مدوشين ومش شايفين حاجه. انا كنت نادل، انا في بيتي ازاي عارف اما اطلب الصبح واحد شاي؟ ايوه هي كده. انا رايح بعدي، وده الحكايه حكايتي. الارض ارضي، الملعب ملعبي، الجمهور اللي قاعد ده بيموت معايا جوه الملعب، بحيث انه بيرقص معايا وبالها معايا وبالجول معايا. احنا في زمان ساعات بعد اذنك كابتن شريف كنا ساعات بنخاف نلعب ماتشات قدام جمهور. انا بقول لك دلوقتي انا احب العب كل الماتشات مع الجمهور ده، لانه حتى يا اخي بقول لك لما بيغلط ما حدش بيكلمه. يعني انا لما بغلط في الكوره 90 كان زمان لا بيحييك 90 دقيقه. كان زمان لو انت تقطع سنك الكوره يعني الطبيعي. في بعض الناس على السوشيال ميديا مسكت شريف، ايه ده ايه ده. وبعد كده في الـ شفت جمهور الاهلي جوه التتش عامل، لا هو ده الجمهور اللي بيروح ده. مش الجمهور اللي قاعد لا على القهوه، لا اي لعيب ممكن الجمهور بتاع الدرجه الثالثه ده موضوع تاني. بس عايز اقول لك على حاجه، انا عايز اقول حاجه للجمهور. اتفضل. انتوا رحتوا الماتش وخرجتوا من الماتش، حد اتكلم معاكم في حاجه؟ لا. حصل اي ازعاج لكم في اي حاجه؟ لا. حد اتكلم في اي حاجه؟ انا جاي معاكم كنت، ووقفت في وسطيكم عند البوابات، وقلت لكم عايزين نشوفكم في الملعب. اصل يا كابتن الشرطه واصل، قلت لهم مفيش حاجه خالص. لا في الهواجس اللي عندكم، ولا في اي حد ضدكم، ولا في اي حد مش عايزكم تبقوا موجودين. يا جماعه وحشتونا جوه الملعب، خلوا للعبه طعم، خلوا للعيبه مزاج تلعب كوره. انما انتوا كده، ده احنا ناقصنا خطوه نبقى في كاس العالم، اذا هنقفز قفزه كلنا. خلاص الدوري هيبقى لنا، لا في مشاكل بقى. انت عارف يا شادي بعد ما ان شاء الله نروح كاس العالم هتلاقي الدوري بالنسبه لنا ده رايحين نتسلى بقى. طيب نشارك معانا الجمهور، نسمع برضه اراء مهمه جدا.
معنا على الهاتف اولى مكالماتنا الدكتور ناصر من القاهره. اتفضل يا دكتور. مساء الخير كابتن شادي ومساء الخير لضيوفك الكرام. معاك اعلان الدكتور ناصر البدري مؤسس المؤتمر الوطني الاول لشباب مصر اللي انت اهتميت بيه في وقت من الاوقات وعملت حلقه مخصوص عن بعض مشروعاتنا لو فاكر، كان طلع معاك احد الشباب بتوع شهاب، فاكر كابتن شادي ولا لا؟ الصراحه ناسي. لا كان موضوع عن شغب الملاعب وانت عملت حلقه خاصه بيه. المهم طبعا كل التهنئه لتاجر السعاده الحقيقي لمصر النادي الاهلي وجمهوره. وانا بعتبر ان الانتصار اللي حصل امبارح انتصار للناس المحترمه جدا اللي فعلا يهمها اسم النادي الاهلي وكيانه الكبير. بخص طبعا الرجل العظيم المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي، وانا لا اعرفه ولا ليا مصالح معاه، ولكن شايف هذا الرجل عامل ايه واجتهد ازاي علشان يعلي قيمه النادي الاهلي. ولما راح انا لسه كنت بكلم صديقي العزيز طاهر ابو زيد كابتن طاهر امبارح، وطاهر ده يعني من الناس برضه اللي فعلا يعني عظماء مصر، يعني النادي الاهلي انجب ناس محترمه جدا بعتبر في مقدمه الصفوف زي كابتن صالح كابتن طاهر يعني قد ايه وقفته ورا النادي الاهلي ومش عايز حاجه وبعيد، لكن ده الانتماء الحقيقي للنادي الاهلي. فين بقى كل رموزنا العظماء دول؟ عايزينهم الفترات الجايه باذن الله يبقوا دايما ورا النادي الاهلي. مبروك، الف مبروك. وانا شايف ان ماتش امبارح ده باذن الله هو دايما في علم الاقتصاد في البوينت الفارقه دايما ما بين المكسب والخساره اللي هي بيسموها عنق الزجاج. ماتش امبارح يا كابتن شادي وانت عايش الحاجات دي كتير وانت طبعا كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي، ده عنق الزجاجه الحقيقي اللي باذن الله الاهلي منه هيطلع كاس العالم للانديه بعد ما يفوز بكاس افريقيا. المساله مش سهله لكن ده هيحصل باذن الله، وباذن الله مصر ستصل كاس العالم بفضل هذه الروح العظيمه. كام في الميه من الناس اللي كانوا مقتنعين ان الاهلي هيروح ويرجع فائز او هيكمل في البطوله؟ عدد محدود جدا. امبارح ربنا نصر الحق، ربنا نصر محمود طاهر والناس اللي بتشتغل بجد وفي صمت للنادي الاهلي، ربنا نصر الاراده ورسب روح الفانيله الحمراء، وباذن الله اللي جاي هيكون احسن. انا بشكرك شكرا جزيلا عشان تليفونات كتير جدا وكل واحد يدخل يقول اللي هو عايزه. مين معانا يا جماعه؟ مين معانا يا جماعه؟ استاذ طارق من القاهره، اتفضل يا استاذ طارق. اهلا يا كابتن شادي، ازي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. تحياتي للكابتن محمد عبد الجليل وتحياتي للكابتن رضا منعم. انا بس عايز اقول حاجه، يعني عايز اشكر، عايز ابارك للنادي الاهلي على الفوز الكبير اللي حصل امبارح، واشكر الجهاز الفني كله والكابتن حسام البدري على الروح الكبيره بتاعت النادي الاهلي اللي دايما متعودين عليها. ودايما الاهلي هو اللي بيفرحنا، ودايما الاصرار والتحدي في الظروف الصعبه هو ده الاهلي الحقيقي اللي احنا بنفرح فيه. طبعا اللي انا عايز اقوله ان جمهور الاهلي اللي حضر في الجزيره هنا التتش ده كان دافع كبير جدا دي حقيقة. وثقه كبيره جدا للجمهور للفريق، اداله دفع شحن معنوي كبير ده خلاه يحقق الفوز. وباذن الله البطوله يعني اللي احنا بندور عليها دايما بطوله افريقيا اللي غايبه 4 سنين ترجع النادي الاهلي تاني ان شاء الله ان شاء الله. حابب تقول اي حاجه ثانيه؟ حاجه اخيره عايز اقولها، انا بس بشكر كل المنظومه الاهلاويه بقياده الباشمهندس محمود طاهر، قراره بدخول الجماهير في اتش بقى ادى دفع قويه كبيره جدا ان احنا نحقق الفوز، ووراه مجموعه كبيره من الناس اللي تعبانه وعن مجهود كبير من القائمه من الرجال الاهلي اللي تعبوا اليوم ده ان الجمهور يخش ويعبر عن رايه. وتحيه كبيره جدا لكل الناس اللي بتدعم النادي الاهلي، واحنا بنقول لهم منتظرين البطوله الافريقيه الغايبه عن النادي باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا. معانا استاذ سمير من القاهره، اتفضل يا استاذ سمير. ازيك يا كابتن شادي؟ الحمد لله رب العالمين تمام. الف مبروك يا كابتن. الله يبارك في حضرتك، اتفضل. برحب كابتن محمد عبد الجليل وكابتن شيف عبد المنعم. مرحب بيك. اهلا بيك. بس عايز اقول لحاجه لكابتن عبد الجليل الاول. اتفضل. جمهور الاهلي اللي بيروح المدرج ما قدرش يشرف على كابتن حسام البدري. ده اولا يعني. اللي بيشتموه اللي ما يعرفوش حاجه عن المدرجات ولا يعرفوا يعني ايه جمهور الاهلي، اللي هم قاعدين في البيت بيشتموا في خلق ربنا كلهم، اما جمهور الاهلي حقيقي ما قدرش يشرف حسام البدري، حسام البدري ده فوق دماغنا كلنا. ده كلام محترم. ده اولا. ثانيا مدرب الترجي قال لك ابو تريكه اعتزل،
انا بوتريكا اعتزل بس الاهلي ما الاهلي طول عمره موجود ولا عمره هيعتزل، والاهلي طول عمره يعني سيد افريقيا كلها. فانا عاوز اقول له ال 60 مليون سواء لعيب كوره او مشجع طول عمرنا بنلعب لاخر دقيقه ورجالتنا طول عمرهم في الملعب. فبقول له الاهلي طول عمره فوق الجميع. في حاجه ثانيه بقى يا كابتن معلش اقولها قبل ما اقفل. اتفضل. المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي، الراجل ده ذكر الراجل دوت سافر، والناس الناس قاعده تتريق عليه اللي هو مسافر وقال لك الاهلي خسران خلاص. الراجل ده سافر وساند الفرقه، وقف ما هربش زي قبل كده واحد ساب. استاذ سمير انا بشكرك شكرا جزيلا. زي ما قلت لحضراتكم هي منظومه، انا ده كلامي مصمم عليه، مجلس اداره، جماهير، اجهزه فنيه، لاعبين، موظفين، عمال، دي منظومه الترس بيكتمل الدنيا بتمشي. انت الدنيا بتمشي وتلاقي الامور زي الفل، بتقع حاجه الدنيا الامور بتبقى صعب. مين معانا تاني يا جماعه؟ طيب برضو هرجع لحضراتكم، لو في اي حد حابب يدخل معانا ما عندناش ادنى مشكله. كابتن عبد الجليل كلامه مهم جدا، استاذ طارق اللي كمان قال كلام برضو عجبني. بنتكلم على جهاز فني تحمل مسؤولياته، جماهير دخلت التتش، مسانده، دعم، وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ترس موجود، ده حقيقي الامور تبقى زي الفل. بص يا كابتن، مجلس الاداره بيساند المدير الفني، دي اهم حاجه، بيساند اللعيبه، ده دوره، وبيدعمه، واي مطلب للمدير الفني بيجيبه له، ده بيبقى مجلس اداره بيساعدك على النجاح. على النجاح بالظبط. الجهاز الفني بيشتغل بامانه وبيخلص. كابتن حسام دلوقتي في المداخله قال انا ما صدقتش ان احنا فجريت على الجمهور، اذا هو اجتهد جدا في الفتره دي الصغيره، واجتهد من اول. انا قلت له انت على ده، قال لي ضغط 4 شهور. انت ما فيش فرقه في العالم بتعمل اللي الاهلي بيعمله ده، 50 بطوله في اسبوع واحد، وماتش ورا ماتش، بطوله عربيه لدوري، لا مش سهله. الناس بره في الكاس بتلعب الناس اللي ما بتشاركش خالص، احنا لا، بالنسبه لهم انت هنا مطالب بطوله. انت البطوله العربيه راحت منك، الدنيا قامت ما عادتش، ده بطوله دوره رمضانيه. بس النهارده حصدنا الترجي لعب بالاساسيين، وكابتن حسام رايح مجموعته بالظبط، والنهارده انت اللي استفدت. انا بس بكلمك على تكسبه وانت ناقص الضغط برضو. انت مدير فني مهما اتقال ان انت مش في دماغك، انت بيبقى عليك ضغط يا شادي. البطوله العربيه لسه رايحه، بعدين انا هلعب ماتش المصري وربنا كرمنا في اخر دقيقتين، انت فاهمني، داخل على الترجي. كل دي حاجات لو الجهاز الفني، احنا اتكلمنا على مجلس الاداره، بعدين نتكلم على الجهاز الفني ثباته. ما اصل الثبات ده بيوصل للعيبه يا شادي. صح. لو هو مهزوز انا هبقى مهزوز. فوز البنزرتي مهزوز، ما ينفعش يمسك الترجي، لازم شاب عندهم. بس بنزرتي ده جه قبل الماتش وكتب هنا، انا قريتها في قناه الاهلي، هنا النادي الاهلي فريق كبير وعظيم وانا احترمه واخاف كابتن. يعني انا شكر الوعر يعتذر، اقول يعني الاهلي خلاص منهم. الترجي خلاص، طارق دياب يعتذر، اقول انت الترجي خلاص. عندهم مدربين، نبيل معلول كويس، عندهم اللي خد الدوري مع الفتح السعودي، فتح الجبال ده مدرب تونسي عالمي، ده يمسك الترجي. انما فوزي البنزرتي بكلامه ده، شكلك زعلان من التصريحات بتاعته. تصريحات ما تلقش من واحد بعد المباراه الاولى قلت انا عليه جوهري تونس، راجل يعني اقول جوهري يعني راجل فاهم، راجل دارس، راجل واعي اللي بيقوله، واعي اللي بيعمله. لا الحمد لله ان هو ما كانش واعي في الماتش الثاني خالص، وانا كنت متوقع حاجه ثانيه من دماغ الجوهري اللي انا عشتها الله يرحمه. فانا خفت من الراجل ده كده، انما الحمد لله تصريحاته قبل الماتش وبعد الماتش وفوز الماتش بقول الحمد لله بمجهود اللعيبه والاداره والجهاز والجمهور كسبنا الماتش الحمد لله. كابتن شريف لو هتحط نفسك مكان الكابتن حسام وهو قال لك انا 48 ساعه مش عايز اضغط على فرقتي، وكنا بنعمل كده واحنا كمان بنلعب، بيخرجك يقول لك في ساعتين فري كده اخرج من الضغوط، وده كلام محترم. لو انت مكانه بعد بقى ال 48 ساعه دي هتقعد معاه تقول له ايه مع لعيبتك؟ تقول لهم ايه؟ تحفزهم ازاي؟ تخلق دوافع جديده ازاي من اول وجديد؟ انت عارف احنا لما بنبقى متلاحمين كده في ماتش كنا بنقعد ساعات حد وجمعه. فكنا بنتهوى ازاي؟ بمغاطس، يعني ننزل حمامات سباحه، ندي نتمشى تحت في الميه، بنفك، بنعوم، ونيجي بعد الظهر، ده الكلام ده بيبقى الصبح.
يجيبنا كده ونفك نفسنا ونهزر وكل واحد معاه الفوطه. انت كابتن حد اللي يقدر يقول لكم لا يا كابتن شريف؟ لا لا انتوا اللي عايزين تعملوا. معلش اعملوا حد برده من الساده الجماهير معانا على التليفون بقاله كتير معانا الاستاذ مصطفى عبده من البحيره. كابتن ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا كابتن شريف؟ الحمد لله رب العالمين. بنهني النادي الاهلي الفوز على الترجي، واحنا عارفين الاهلي وثقيف الاهلي، وانت معاك انت الكابتن شريف عبد المنعم اللاعب الكبير قوي اللي علمنا الويلنج اليمين اللي بيلعب كوره دي، ومعاك عبد الجليل اللهم صل على النبي لعيب كبير ولعيب دولي، وانت لعيب دولي، واحنا كنا واثقين في الاهلي يا كابتن شادي، الاهلاويه كلهم واثقين في الاهلي. استاذ مصطفى معلش انا اسف على السؤال، استاذ مصطفى حضرتك عندك كام سنه؟ حضرتك عندك كام سنه؟ فوق ال 60. عندي 59 سنه. انا ما شاء الله ربنا يديك الصحة. خليني معاك يا كابتن شادي، عندنا هنا في بوشعيب. قبل ما تدخل فريق العمل بقول لحضرتك اسمك مصطفى عبده. مصطفى عبده من بوشعيب. الأسرة كلها أهلاوية ولا إيه؟ كلنا أهلاوية، بوشعيب كلها أهلاوية يا كابتن. فين؟ ده أنا؟ والكابتن شريف عبد المنعم اللي كان في باك بيلعب عليه وكان بيلعب لعبة السبعة كده. لعيب كبير الكابتن شريف عبد المنعم. انت اللي مشجع كبير يا حبيبي. لا حبيبي ده انت العلاقه، انت كنت حكايه حبيبي والله، انت كنت حكايه. والكابتن عبد الجليل يوم ما جاب جون في الزمالك في وش رجله كده، لعيب كبير كابتن. انت متذكر كل حاجه يا حاج مصطفى والله. انا من سنك يا حاج مصطفى على فكره، انا اصغر منك حاجه بسيطه يعني، اصغر منك بكام شهر يعني. لا ده انت حبيبي يا كابتن شريف. حبيبي يا كابتن. استاذ مصطفى عملت ايه كده لما، عايز اعرف منك لما الاهلي جه فيه الهدف وخرج ما بين الشوطين، هل خلاص فقدت الامل ولا اتفضل؟ بنقول لك اقسم بالله العظيم انا قاعد عندي في البيت وعيالي ونسايبي قاعدين بيسمعوا الماتش، قلت لهم انا واثق من الاهلي، والاهلي الشوط الثاني في اول خمس دقائق الترجي هيقع واحنا هنكسب، وعيالي في حالهم قاعدين ما بقوا مصدقين ساعة ما الأهلي جاب الجول الدنيا اتقلبت عليه. لما الأهلي جاب الهدف، لما الأهلي جاب الهدف الثاني قول لي بقى شعورك كان عامل ازاي الهدف الأجار؟ جلست الله خش عيسى بحالها كانت مولعة الدنيا بحالها مع الهدف الثاني. خوش عيسى؟ خوش عيسى. أستاذ مصطفى أنا بشكرك شكرا جزيلا وألف ألف مبروك. مين معانا يا جماعة؟ مين معانا تاني؟ طيب كابتن شريف كنا بنقول إيه؟ شفت الأهلاوية في كل مكان. بكلمك بجد، أكتر حاجة أسعدتني امبارح وأنا بتفرج على المباراة إن اول ما الهدف جه الصوت تحس ان في قنبله. عارف الفاينل احنا خدنا، انا حاسس اتفرج امبارح على فاينل افريقيا مش الفرحه امبارح بالهدف الثاني بالماتش. في ناس كانت واخداها كرامه نمره واحد للي حصل لنا في مصر. رد فعل ده اللي كان المفروض يحصل، صح؟ امنياتهم كلها وشايفين ان الاهلي احق ده اللي حصل، فحصلت عدالة في النتيجة بالماتشين. خلينا نتعلم حاجة بقى، مهما حصل في أول ماتش، الماتش التاني ماتش تاني خالص، شوط تاني إن شاء الله كسبان أنت 2-0 إن شاء الله نجم الساحلي في تونس، تيجي هنا مصر ماتش تاني خالص، صح؟ وشفنا ده على غرار أوروبا والكلام، من الفرقة بتبقى مغلوبة 3 وبترجع كسبانة 3 وترجع تتغلب 5-1 وحاجات كده في الملاعب التانية، كسبانة 2 ويرجعوا ريال مدريد بيكسب 2-1 بره بايرن ميونخ، يجي بايرن ميونخ بيكسبها 2-1 على ملعبها برضه ويعملوا ضربات جزاء وحاجات كده. فالكوره بقت اصبحت ملعب بيعملوها مره مرتين، لكن من 1907 لا عنصريين بقى للاهلي اللي بيعملوا الاهلي، معلش مفيش حد، ده حاجات متكرره، ده ما بتعديش ما بين الوقت والوقت، وقت بسيط. الحمد كمان لله. معانا بعتذر، معانا كمان مكالمه من استاذ معتز من اسكندريه. اتفضل يا استاذ معتز. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. تحياتي لحضرتك يا كابتن شادي والكابتن شريف عبد المنعم والكابتن عبد الجليل ولكل جماهير النادي الاهلي. تحياتنا ليك واحنا اسفين بقى مؤخرينكم معانا ومسهرينكم معلش. لا يا فندم كفايه ان احنا بنتابع قناه الاهلي بس والله يا كابتن. حبيبي اتفضل حبيبي. كابتن شادي هستاذنك هطلب منك طلب بس. اتفضل. انا من يوم ما حضرتك عملت البرنامج ده وانا بتفرج على حضرتك وبشد المتابعين ليك. فارجوك اسمح لي ان انا بس اتكلم دقيقه. اتفضل. اول حاجه انا طبعا ان انا نتكلم على الانجاز اللي عمله النادي الاهلي ده امبارح مفيش اي كلام يقدر يخلينا نوصف اللي الاهلي بيفرحنا بيه. النادي الاهلي مش مجرد نادي يا جماعه بيلعب كوره. النادي الاهلي ده يعني حاله احنا عايشينها. النادي الاهلي ده في قلب كل انسان مصري والله العظيم اهلاوي ومش اهلاوي. دي حاجه. الحاجه الثانيه كابتن حسام البدري يا كابتن حسام حضرتك مش موضع تقييم. حضرتك انجازاتك وارقامك بتتكلم عنك. تالت حاجه ودي الاخيره يا كابتن شادي واسمح لي ان انا احييك تحيه شخصيه على دفاعك عن النادي الاهلي في نقطه اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي. دلوقتي انا كوزير او انا كراجل رئيس اللجنه الاولمبيه ايه مشكلتك مع النادي الاهلي؟ انت ايه مشكلتك بقى يعملوها في يوم يعملوها في يومين يعملوها في ثلاثه؟ في لجنه قضائيه وفي قضاء محترم بيشرف على على اللجنه دي. ايه المشكله؟ لما يطلع اعضاء مجلس اداره اللجنه الاولمبيه كلهم كابتن حماده المصري واستاذ علي حسب الله وغيرهم وغيرهم يقولوا ان احنا كلنا ما شفناش اللائحه دي ولا ناقشناها وان النادي الاهلي من حقه ان هو يعمل لائحته على يوم وعلى يومين ويريح اعضاء اللي بالملايين واللي بالالافات. يبقى معلش انا اسف في الكلمه يا كابتن اللائحه الاسترشاديه دي عدت على مين ومين شافها ومين ناقشها؟ ولما تيجي تعمل قانون رياضه وتساوينا كالنادي الاهلي باقل مركز شباب في مصر وما تعرضش عليها قانون زي ده. مفروض كده يعني انا كنادي اهلي وضعي ايه وموقفي ايه؟ انت بتتحدى مين؟ فانا مش هقول اكتر غير من النادي الاهلي حقه يقف وحقه طالما هو موقفه قانوني. والباشمهندس محمود طاهر تحيه مني ليه على كل اللي هو بيعمله. الراجل ده بيتحمل كتير جدا 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 واقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم ان الراجل ده مظلوم ظلم باين يا كابتن شادي. وبتقسم بالله العظيم ليه؟ شخصيا ولا عمري شفته حتى. طب خلينا بس عشان ضيوفنا يتكلموا. انت بتقسم بالله العظيم ليه؟ هو المفروض لما انت تتكلم عن حد تبرر كلامك وتقسم؟ لا اتكلم احنا مصدقينك والواضح ان انت متابع الحلقات. بص يا كابتن لان انا بص يا كابتن هقول لك حاجه. الحاجه اللي بتخرج من القلب يا كابتن بتلمس القلب. الراجل ده لو بيكذب او انا اسف ان انا قلت كده ده رئيس النادي الاهلي رئيس مجلس اداره النادي الاهلي لو هو مش صادق كل اللي هو بيعمله كل الكلام اللي هو بيقوله كل الانجازات اللي هو بيعملها دي مش هتوصل لي مش هحسها بقلبي. فهمنا يا كابتن؟ تمام تمام. بس انا اخر طلب بقى يا كابتن معلش. اتفضل. عوده الجماهير يا كابتن شادي ودي بحييك فيها برضو ان حضرتك على طول بتطالب بعوده الجماهير. ينفع ممثل يا كابتن يطلع على المسرح من غير جمهور؟ لا طبعا. لا طب فين يا كابتن دلوقتي الماتش بيبقى بسمع صوت المدربين وسمع صوت الميكروفونات انا اسف ان انا طولت على حضرتكم والتحيه مني ليك والف مبروك للنادي الاهلي على الانجاز متشكر جدا يا كابتن السبورتس. انا اللي بشكرك وبشكرك على المتابعه. من حق الناس كلها تدخل معانا واللي عايز يدخل يقول اي حاجه ده بيبقى شرف لينا والواضح اللي هو فعلا متابع البرنامج بكل تفاصيله. اللي انا عايز اقوله بنشتغل على عوده الجماهير لكن مش دور المسؤول اللي يقعد يوعد الناس ليل ونهار وكل يوم وكل ساعه مع كل ترانسفير شهر 12 خلاص بقينا حافظين بتجيب اللعيبه ويقول لك الجماهير هترجع نروح شهر 6 الجماهير هترجع بقت كذبه كبيره. الناس الحمد لله اللي هي شايفه ومتابعه اللي احنا بنقول كلمه الحق. اما فيما يخص اللائحه الاسترشاديه مهم جدا اللي هو اثرها عشان نسال برضو الكابتن شريف ممكن ملم شويه او الكابتن عبد الجليل ان النهارده قلت لي لجنه اولمبيه هي اللي عملت وحضرتك كوزير طلعت في كل القنوات اكتر من مره قلت احنا مالناش علاقه ما بنتدخلش احنا يعني الناس استشارون. لما يطلع في البرنامج المحترم ده اكتر من عضو في اللجنه الاولمبيه ده مش واحد ولا اتنين ولا ثلاثه ولا اربعه بل خمسه ويقولوا ان احنا ما عرضناش حاجه وما شفناش حاجه وما اتعرضش علينا حاجه. طب خدوا المفاجاه ما اجتمعناش كمان. بتحارب مين؟ هل الانتماءات لوزير بتؤثر على قراراته؟ عايزيني اقول كده هي دي الحقيقه. ادي واحد. اتنين، هل الصوت العالي واللي انا بقى موجود في مكتبك ليل ونهار واللي انا وعيد في التلفزيونات وفي الاعلام هل ده بيجيب نتيجه؟ مش بنعمل كده. رقم ثلاثه،
حضرتك اللي عملت اللائحة الاسترشادية بشهادة كل أعضاء اللجنة الأولمبية اللي قالوها هنا، هنرفق الكلام ده لمؤسسات الدولة، وبطالب مجلس إدارة النادي الأهلي بحاجتين، كويس اللي أنا افتكرت حاجة منهم دلوقتي. في حالة رجوع فريق كرة القدم بالسلامة زي ما الجماهير راحت في المحنة وفي الوقت الصعب، افتح بواباتك تاني لجماهيرك وخليهم يدخلوا ويساندوا فرقتهم عشان هيفرقوا معاك في البطولة. أدي واحد. اتنين، حضرتك الحلقات اللي اتعملت هنا واتبذل فيها مجهود، الكلام ده كله يتاخد في سي دي ويتعرض لمؤسسات الدولة بداية من رئاسة الوزراء لأي جهة، وتشوفوا الناس التعنت ازاي بتشتغل على التعنت مع النادي الأهلي. ده مهم جدا، ومهم تقول الكبير كبير بتصرفاته، مش الكبير اللي يجري على الفيسبوك ويكتب تهنئة للجماهير، تهنئة للعيبة، تهنئة للجهاز الفني، واحنا ما بنقبلش الكلام ده. اما يجي اخاطب النادي الاهلي، اخاطب النادي الاهلي، ابارك للنادي الاهلي، ده البروتوكول اللي احنا اتعلمناه، ده البروتوكول اللي احنا اتعلمناه. لكن طبعا صوت وسط بحر من الظلام هيفضل الصوت ده يقول الحقيقه، لكن مش هيقول امين لحد، مش هيقول امين الا غير للحق. عاوزين الباطل يروحوا الاهل الباطل يقولوا لكم امين واعظم قرارات واعظم حاجات، لكن مش هنعمل كده عشان الاهلي ده مؤسسه كبيره عظيمه. لما بنعمل كده ونقول كلمه الحق هي كمان بتحمينا بجمهورها بنجومها بقراراتها. ايه رايك في الكلام ده يا كابتن شيكو؟ انا لحد دلوقتي قصه اللائحه الاسترشاديه دي انا مش فاهم ايه اللي يضر ان انا اعملها في يوم او اتنين او اعملها في يوم واحد او اسبوع او انا احدد مصيري بنفسي. ما هو المصير يعني؟ ما هو نفس الكلام اللي مكتوب. خدت بالك كابتن شريف؟ انا في انا مش فاهم في الكواليس. خليني اقول هو احنا يعني ايش الزوز اللي خرجنا عنه؟ كابتن شريف اتصل بي، خليني اقول بقى على الحقيقه على الهواء. اتصل بي كده من بعد الحلقات بتاعت اللجنه الاولمبيه، قال لي ايه القنبله دي؟ قال لي داخلين معاك بتوع اللجنه الاولمبيه بيقولوا موقف الاهلي سليم. قال لي لازم ان كلنا نتحرك. حصل منك ولا يا كابتن شريف؟ حصل. ده كيان النادي الاهلي. هو انت بتتكلم على ايه؟ لسه بنقول تاجر السعاده، ولسه بنقول النادي الاهلي، ولسه بنقول اكبر جماهيريه واكبر حاجات. احنا اللجنه الاسترشاديه دي بعيد عن اي حد خالص. الصوت لكيان النادي الاهلي وصاحب الكلمه النادي الاهلي ده بعيد عن شخوص خالص. مين اللي بيعترض على النادي الاهلي؟ ومين اللي بيقول؟ مش عايزين نقول كلام خارج بقى، ومش عايزين نقول اي حاجه. احنا عندنا ناس كبيره في النادي الاهلي، عندنا ناس مستشارين، وعندنا ناس قضاء، وعندنا ناس. ما كانش طبعا الناس لما تستشير اي حد ان هم يوصلوا ان احنا ناخد يوم او اتنين او تلاته زي ما احنا عايزين، ما كانوش هيوجهونا الا توجيه صح. فلازم الحكايه دي تعدي بقى وخلاص بقى، دمها تقيل. وبعدين كل واحد عايز يلمع نفسه في حكاية الميديا والحاجات دي وياخد كلمة. ما هو الكبير بيبقى له ناس كتير قوي عايزة تبقى موجودة جنبه وتبان في الصورة. ما ينفعش تتنسب لواحد يقول لك أنا اللي هوقف اللجنة الاسترشادية، ولما يبقى يجي مجلس إدارة يبقى يعمل لجنته بنفسه والكلام ده. طب لما أنت عارف إن النادي الأهلي هيرجع برضه يعمل لجنته بنفسه، أنت بتحارب مين؟ بتحارب المجلس الموجود ده، ولا بتحارب مين؟ ولا بتحارب النادي الأهلي في إيه؟ ولما أنت عارف إن إحنا هنعمل تاني لو جاء مجلس اداره تاني وعايز تخليه يعمل تاني، طب ما هي طب ما انت برضه انا اللي هعمل الكيان بتاعي. انا مش فاهم. لا مش فاهم. انا بيني وبينك يا شادي، مهما فتحنا الحوارات ومهما قفلنا الحوارات ومهما بانت شخوص ومهما اتقال اي كلام، انا النقطه دي بالذات انا كنت اول واحد هناك انت عارف في مدينه نصر، بقيت مش فاهم حاجه. انا مش فاهم هو ايه اللي مضايقه. النادي الاهلي في الجزيره هيجي 24,000 واحد ولا هيجي 15,000 واحد؟ هيوقف لنا الدنيا كلها في وسط البلد؟ هم عايزين. انا مش فاهم. في انديه تانية راحوا 17ات. ما انتوا فاهمين. مش عايزين نتكلم. لا والله يعني لو ينفع نقول على الشاشه نقول. لا بقول لك ايه يا شادي، ما وصلونا. ما دي مش قضيتنا، دي مش قضيه دلوقتي. احنا في الفيوم بقالي كتير وعارف الانتخابات. كنت عايز تقول حاجه؟ اتفضل. لا كنت عايز. انا مش ملم بالموضوع بتاع اللجنه الاسترشاديه دي او القصه كلها، بس انا متابع القضيه بتاعت النادي الاهلي طبعا. ما اعتقدش ان في يوم وليله مجلس اداره هيفكر ان هو يتعنت لحاجه او يخطط لحاجه معينه اللي افهمه في ان هو يعملها هنا او هنا عشان يكسب او حاجه. دي ما اعرفش ليه. الموضوع سهل.
احنا جايين في حاجه صغيره اما بنصعبها على نفسنا. انا ما فيهاش فاهم الموضوع بجد، بس في تعنت زي ما انت قلت. لا وليه بعد تاني، وليه بعد تاني. انا بقول لك انت يعني النادي الاهلي هيجي في يوم وليله يعني ما هو شايف ان ده الصح وده راحه للناس فعلا. يعني انا 24000 اوديهم ازاي في حته قد كده؟ طب ما نعملهم هنا وهنا اساسا يسمح بده. انا بص انا ما بتكلمش انا وانت نقول الكلام ده. بص انتوا فاهمين الكلام ده. انا وانت عبد الجليل احنا ما لناش مصلحه في اي حاجه. هو ليه وبعض احنا لا. احنا في تعنت في لا مش تعنت لا في حسابات اخرى لدخول انتخابات. هنتكلم بقى احنا في حسابات اخرى لدخول انتخابات علينا في النادي. كابتن استاذنك. طب احنا المقص عملنا عندنا جماعه عموميه. انا كبرنامج نتكلم حاجه اسمها انتخابات. اه في الاهلي عنده ماتش يدخل انتخابات يدخل ما يدخلش كده. ما يدخلش اللي ينجح ينجح. انا ما بتكلمش عن الانتخابات. في ناس في على ناس قاعده نقط. انا قابلت الباشمهندس محمود طاهر مره واحده زمان وانا بلعب ده حقيقه. وطبعا قابلت الكابتن خطيب كتير. والله يا شادي لو انت مسكت رئيس النادي الاهلي النادي الاهلي هينجح. كابتن شريف لا انا رساله اخيره هتقولها يا كابتن. زي ما احنا ماشيين على خطة ثابته ما شاء الله النجاح والتوفيق دايما للنادي الاهلي. بنتمنى الماتش الجاي يكون على غرار الماتش اللي احنا لعبناه ده. بنتمنى حاله اللعيبه تبقى حاله بدنيه سليمه باذن الله وكلهم يتعافوا من اي اصابات موجوده يرجعوا لنا ان شاء الله بالسلامه بنتيجه ايجابيه وتفضل ماشي النادي الاهلي يفضل ماشي زي ما هو كده. ما عندناش مشاكل في اي حاجه. نهدي نفسنا كلنا من نجاح لنجاح. هو اللي بيوصلنا اللي احنا عايزينه ان شاء الله. كابتن كنت في البدايه كده قبل ما تدخل كلمتني في موضوع مهم برضو ورسالتك الاخيره اتفضل. هي قبل ما بقى يعني رساله للنادي الاهلي انا ببعت رساله للداخليه بامانه شادي وانا عارف ان انت قلبك صدرك رحم للحاجه ديت لان حقك اتفضل عشان الموقف فعلا صعب. استغاثه من حدائق الاهرام من اهلها من شعبها ان مفيش تخيل يا كابتن شريف الاولاد ده الدراسه ابتدت ففي مدارس في دروس بينزلوا للاولاد 16 17 سنه امبارح بس ثلاث طلاب طلع عليهم مطاوي من تكاتك في الحدائق الاهرام ثبتوهم وخدوا منهم موبايلاتهم اللابتوب بتاعتهم. انت عارف الحته دي ما فيهاش عسكري واحد واقف. طب ماشي دوريه راكبه ليا اصحابي كتير ولادهم اتعرضوا امبارح ولد 16 سنه يتعرض لثلاث مطاوي يا شادي. فارجو من الداخليه دوريات راكبه جوه حدائق الاهرام هضبه الاهرام التكاتك دي ما تخشش كتير لان لا الاولاد في رعب شديد. انا بكلمك بامانه والله يا شادي في ان شاء الله ان شاء الله يبقى في استجابه ان شاء الله هنتكلم فيها كمان ان شاء الله. حابب اقول للنادي الاهلي انا عارف الكابتن حسام قال لهم اقطوا الصفحه امبارح فرحه وخلاص ان شاء الله وقدامنا الاصعب. وانا بقول لك ان النجم هيبقى اصعب ان شاء الله باذن الله اللعيبه المصابه ترجع. احنا برضو ما نفرطش في الفرحه قوي خلاص برضو الجمهور ما يفرطش قوي خلاص ان شاء الله. الترجي احنا ده الطبيعي ان احنا كده احنا ده الطبيعي يا شادي احنا الماتش راح مننا هنا بس. فاتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله كابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الاهلي حبيبي نمسك في الفوز نمسك في الفوز ومن فوز لفوز. ببقى سعيد وانت معايا صدقني حبيبي يا كابتن شريف شرفتني ونورتني. وانا ميرسي جدا لوجودك معايا كابتن محمد عبد الجليل نجم من نجوم النادي الاهلي ونجم مصر شرفتني ونورتني حبيبي يا كابتن شادي متشكر شكرا جزيلا. أكيد في نهاية حلقتنا العزاء واجب مرة أخرى لنجم نجوم النادي الأهلي وكابتن النادي الأهلي كابتن مصطفى عبده في وفاة زوجته اللي كلنا بندعي لها بالمغفرة والرحمة وربنا يجعل مثواها الجنة. كمان نجم نادي الزمالك الكابتن طارق مصطفى في وفاة والدته ربنا كمان يغفر لها ويرحمها ويجعل مثواها الجنة. ودول نجوم كبار ما ينفعش طبعا أكيد اللي احنا نتجاهل الكلام دوت لان كلنا مجتمع رياضي واحد في الحزن مع بعض وفي الفرح مع بعض ده مهم جدا جدا. وكمان لعيبه النادي الاهلي وكابتن حسام ومجلس اداره النادي الاهلي شكرا. نقطه من اول السطر نقفل صفحه الترجي عندنا ماتش النجم الساحلي نركز فيه نحاول نشوف هنقدم معلومات ازاي لفرقه الكوره اكيد الكابتن حسام البدري كمان بيساند. وهنرجع نقول من حلقه الكره والجماهير القادمه افريقيا يا اهلي ده هيبقى الهاشتاج افريقيا يا اهلي. حلمنا كلنا نكسب بطوله افريقيا وكمان نروح كاس العالم للانديه. المجد كل المجد لشهداء النادي الاهلي وتصبحوا على الف